بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. عندما يعلو الجمهور على الاساءه بمزيد من الاحسان فيصبح المعلم والملهم. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين والحلقه 528 من برنامجكم ملك وكتابه. حلقة نرصد فيها بالكثير من التفاصيل والكواليس انطلاقة الأهلي الأفريقية، وصول نادي القرن إلى طريق رأس الرجاء الصالح نحو حلم جديد يتحقق بإذن الله. إن شاء الله أسبوع مهم جدا. أعتقد أن مباراة سان داونز اللي كانت الماضية دي مش بس عشان النتيجة، واحدة من أهم المحطات التاريخية في الشأن الكروي بما شملته من دروس ومعاني. عشان كده حلقة مهمة فيها خمسة عناوين. شوط أول رائع في انتظار الثاني، حين حضر اللاعب رقم واحد علولو وسام الحب والاحترام، جمال وحكايات من خيال، وأخيرا شفتوا الأهلي بيفوز ازاي؟ ده المحتوى اللي نتمنى ان حضراتكم تستمتعوا بيه معانا. لكن انت بتشير الى انه المباراه الاولى للاهلي مع سان داونز كانت كتير رائعه بفعل مسانده الجماهير. الروعه مش في الاداء ومش في النتيجه. ولو انها مهمه جدا. واحنا كنا شايلين همها صحيح يعني. ايوه. وكان ممكن يعني توصل لافضل من هذا، كان ممكن. لكن الأروع هو ما حدث في المدرجات يا أستاذ إبراهيم. من أروع المشاهد في السنوات الأخيرة العشرة أو الاثناشر سنة الأخرانية. في وسط هذه العشوائية من السلوكيات وهذا الإحباط من العنف والتنمر والتحايل وقلب الحقائق ونشر الكراهية، يأتي بعض النماذج العبقرية من بين صفوف الجماهير عشان ترمي دش مية سائع على الجميع. عندنا تفاصيل مهمة أكيد عندك في هذا السياق، لكنه بعثة الأهلي وصلت بسلامة الله إلى بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا لمباراة السبت المهمة الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة وجوهانسبرج معا، الأهلي وسان داونز، مباراة العودة بإذن الله. كل التوفيق للأهلي. البعثة وصلت برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد رحلة شاقة استمرت 10 ساعات كاملة. الفريق النهاردة أدى مرانو ريني فايلر، عارفين حضراتكم القائمة اللي كان اختارها للسفر معاه، تقريبا هم العشرين اللي كانوا موجودين في المباراة الأولى. الراجل خدهم بربطة المعلم إلى بريتوريا مباشرة. كانت البعثة لقيت استقبالا حارا ورائعا من السفارة المصرية في جنوب أفريقيا، السفير شريف عيسى سفير مصر في جوهانسبرج، مع قيادات السفارة كانوا في استقبال بعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتذليل كل العقبات وتوفير كل سبل الراحة للفريق اللي كان موجود معاه على نفس الطيارة بعثة سان داونز بعد أداء المباراة الأولى. حال البعثة والمصابين وحالة كل اللاعبين أكيد حضراتكم مهتمين تطمنوا على كل ما يجري مع الأهلي في جوهانسبرج. ومعنا على الهاتف مباشرة الزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي في جنوب أفريقيا، صوت وصورة من فندق البعثة. فاروق أهلا بيك يا فاروق. كل التحية ليك يا أستاذ إبراهيم وللمهندس سعاد القيعي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ودعواتكم بمشيئة الله ودعوات كل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله تكلل هذه الرحلة بالانتصار والصعود إلى الدور نصف النهائي بإذن الله يا أستاذ إبراهيم. طيب خدنا بقى معاك كده بكل الجماهير لمقر الإقامة وطمنا على كافة التفاصيل عندك. خليني استاذ ابراهيم ابدا الرحله من البدايه من مطار القاهره. يعني الفريق النادي الاهلي وفريق سان داونز الاثنين كانوا على نفس الطائره،
ودايما قيمه ومكانه النادي الاهلي هي بتبقى العنوان بتاعنا سواء داخل مصر او خارج مصر. شفنا يعني اطار من الروح الرياضيه ما بين لاعبي النادي الاهلي ولاعبي صن داونز وما بين الجازين الفنيين داخل مطار القاهره، استمر على نفس الطائره اثناء رحله التوجه الى جوهانسبرج وجنوب افريقيا. الحديث ما بين اللاعبين والروح الرياضيه اللي شفناها، ايضا المعامله بالمثل اللي شفناها او اللي شافها فريق صن داونز هنا استاذ ابراهيم من مسؤولي النادي الاهلي، حاول ان هو يرد هذا الجزء من هذا الامر في مطار جوهانسبرج. مستر موسيماني كان موجود ايضا ان هو يعني عارف قيمه ومكانه النادي الاهلي، وحاول ان هو يرد جزء من المعامله اللي لقاها من النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي في القاهره، ان هو يحاول يساعد او يسهل اجراءات وصول لعيبه النادي الاهلي مع الكابتن سمير عدلي ومسؤول السفاره ممثل في معالي السفير شريف عيسى والاستاذ حسام زكي المدير الاقليمي لمصر للطيران، اللي كانوا موجودين في استقبال بعثه النادي الاهلي في مطار جوهانسبرج. بعد الوصول استاذ ابراهيم لمطار جوهانسبرج، استقل الفريق الحافله من جوهانسبرج الى بريتوريا اللي بتبعد عن جوهانسبرج 65 كيلو يعني بالتحديد ساعه، ثم وصل الفريق الى مقر الاقامه هنا في بريتوريا. يعني عايز اقول لحضرتك الفندق هنا في مكان اكثر من رائع، تم من يعني اختياره بعنايه من فريق من مسؤولي النادي الاهلي لاضافه مزيد من الهدوء والتركيز على فريق النادي الاهلي. من الامور المهمه جدا استاذ ابراهيم وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في كرئيس للبعثه، اعطى الكثير من الرسائل للاعبين للجهاز الفني على قيمه واهميه اللقاء. ايضا الرساله اللي بتوصل للاعبي النادي الاهلي ان احنا موجودين معاكم، احنا في ظهركم. وجوده وجود الاستاذ طارق انديل، اعتقد الرساله وصلت للاعبين وصلت للجماهير. من النقاط المهمه جدا استاذ ابراهيم اللي اشاد بها الجميع هو قرار مسؤولي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي بالذهاب والسفر الى بريتوريا بفتره كافيه ووقت كافي، ويعني تجنب اخطاء السابق. وصل الفريق زي ما قلت لحضرتك في تمام الساعه 7 صباحا الى جوهانسبرج. الصوت قطع ولا لا؟ بريتوريا هي معقل فريق صن داونز، ويعني بتمتع. اتفضل يا استاذ ابراهيم. اتفضل اتفضل يا فاروق. يعني بقول لحضرتك استاذ ابراهيم بريتوريا هي معقل فريق صن داونز. تعداد بريتوريا استاذ ابراهيم 1,125,000. الشعبيه الجارفه فيها لفريق صن داونز، يعني هي بتتميز ايضا ان عندهم اللغه الرسميه لغه افريكانس، ودي اللغه الرسميه في جنوب افريقيا وبريتوريا بالتحديدا. ويعني لو اتكلمنا عن تفاصيل اكتر يا استاذ ابراهيم عشان نعيش جمهور النادي الاهلي عن الاجواء هنا في بريتوريا، جنوب افريقيا يعني فيها اكتر من 12 لغه، اللغه الرسميه واللغه الرئيسيه هي لغه افريكانس، و12 لغه اخرى ما بين اللغه الانجليزيه واللغات القبائل الافريقيه. ايضا برضو عشان احنا جمعنا التفاصيل وجمعنا كل الامور، الاكلات الشهيره بالنسبه هنا في جنوب افريقيا، يعني هم منقسمين ما بين اصحاب البشره البيضاء واصحاب البشره السمراء. اصحاب البشره البيضاء استاذ ابراهيم بيميلوا للاكلات والمشويات، ويعني هم مخصصين يوم في السنه للاحتفال بهذا اليوم، وهو بالتحديد يوم 24 سبتمبر من كل عام بيحتفلوا بهذا اليوم في اكل المشويات. ايضا اصحاب البشره السوداء بيميلوا للاكله، ودي الاكله الرسميه هنا في بريتوريا اسمها البابا، ودي عباره بتبقى خليط من دقيق الذره ممزوج بقطع من الدجاج. يعني حبينا ان احنا برضو نجمع كل التفاصيل عن المدينه هنا استاذ ابراهيم. من الامور ايضا ان احنا اتكلمنا فيها وقدرنا نتواصل فيها ان ملعب المباراه اللي النادي الاهلي هيخوض عليه اللقاء هو استاد لوكاس موريبي، بيبعد عن فندق الاقامه ب 20 دقيقه. النادي الاهلي بيأدي مرانه على النهارده، ادى مرانه على ملعب باحد الملاعب الفرعيه بجوار فندق الاقامه، ثم من الغد ان شاء الله هيستمر في اداء مرانه على ملعب طوان سواني الكليه التكنولوجيه ببريتوريا، هيستمر اداء مرانه حتى يوم الخميس، ثم يوم الجمعه بمشيئه الله هيبقى يوم المؤتمر الصحفي لمستر ريني فايلر ومستر موسيماني، وهيكون اداء المران الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف احداث اللقاء. اجمع لك ايضا الامور يا استاذ ابراهيم ان ملعب لوكاس موريبي ملعب بيتسع ل 25,000 متفرج،
بالتحديد من الامس بدا مسؤولي فريق صن داونز في طرح التذاكر لجماهير صن داونز. اقبال شديد من جماهير صن داونز هنا في بريتوريا على شراء التذاكر. يعني برضو لو هنتكلم يا استاذ ابراهيم على وسائل الاعلام، يعني قبل ما اتكلم على وسائل الاعلام هنا في بريتوريا ويحدثهم عن مباراه الاهلي ومباراه الذهاب، انا معاك يا استاذ ابراهيم ومع المهندس عادلي لو في اي سؤال قبل ما ندخل في حديثنا عن وسائل الاعلام هنا في بريتوريا. يعني انا عجبني السرد اللي انت قلته. من المهم نعرف بعض المعلومات التي ربما يبدو ما لهاش علاقه بكره القدم، ولكن ثقافه مطلوبه. ولكن ايضا نخش بقى على فرقتنا، الاصابات اللي سمعنا عنها، موقف احمد فتحي، موقف معلول، يعني طمن جمهورنا على هذه الاصابات، وبعدين اذا كان في عندك اخبار اخرى تقدر تنفرد بيها احنا طواقين نسمعها. كل التحيه ليك يا باشمهندس عادلي. خلينا نطمن حضرتك وطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله المصابين. النهارده يعني علي معلول كان اشتكى من وجود كدمه في العضله الاماميه، يعني مع شعور بالاجهاد فضل الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان هو ياخد جلسات للعلاج الطبيعي بفندق الاقامه للنادي الاهلي. يعني خلال الايام القادمه غدا او بعد غد ان شاء الله يكون علي معلول موجود في المران الجماعي بصوره اساسيه. احمد فتحي يعني النهارده ادى مران ولكن يعني اكتفى بالجري حول الملعب. يعني المران النهارده كان مران خفيف للعبة النادي الاهلي. يعني الحاله اللي شفناها عند لعبة النادي الاهلي على الرغم من طول رحله السفر، ولكن اللاعبين ومستر ريني فايلر كانوا حريصين النهارده على اداء المران. انا بطمن حضرتك على جونيور اجاي ايضا موجود ومفيش اي مشكله، من مفيش اي اصابه لجونيور اجاي. احمد فتحي هو كان باستثناء علي معلول بس اللي تغيب عن المران النهارده لشعور بالاجهاد في العضله وكدمه في العضله الاماميه. فضل الجهاز الطبي للنادي الاهلي عن ان هو يريح النهارده ويعمل جلسات علاج طبيعي، لكن من الغد ان شاء الله يكون موجود في مران النادي الاهلي. باستثناء هذه الامور يا استاذ عادلي، كل اللاعبين، كل الحاله الفنيه، الحاله البدنيه اللي عليها لاعبي النادي الاهلي بنطمن من خلال حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي كل جماهير النادي الاهلي. النقطه المهمه ايضا يا استاذ باشمهندس عادل واستاذ ابراهيم، تناول وسائل الاعلام لحضور النادي الاهلي ولقاء الذهاب. والنهارده كان في حديث لمستر موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز عن يعني سئل في وسائل الاعلام هنا في بريتوريا عن لقاء الذهاب. ويعني زي ما حضرتك عارف ودايما بتقول لنا يا باشمهندس عادلي ان مستر موسيماني بيميل للتنويم المغناطيسي، قال لهم النهارده في تصريح قال لهم هزيمتنا من النادي الاهلي بهدفين في استاد القاهره اعتقد ان هي اقل شيء كان يمكن تحقيقه، ودي نتيجه متوقعه في ظل الحالة اللي عليها فريق النادي الأهلي وفي ظل وجود الجماهير. أعتقد ده كان يعني أكثر شيء إن احنا نقدر نعمله، لكن أنا عندي أمل هنا في بريتوريا ان احنا نحقق نتيجه، وده طبعا شيء احنا ما لا نتمناه باذن الله نفوز هنا استاذ ابراهيم والباشمهندس عادلي ونحقق الانتصار والصعود الى الدور نصف النهائي. الجماهير هنا ووسائل الاعلام بتبث الامل في لاعبي صن داونز وان الفرصه موجوده، لكن موسيماني قال لهم يعني محاوله ان احنا نرجع الذكريات او ان احنا نعيد نتيجه الموسم الماضي ده امر صعب جدا. النادي الاهلي فرقه كويسه ولها كل الاحترام وكل التقدير. دي كانت كل كواليس اليوم هنا يا باشمهندس. ايضا يعني انا برضو من النقاط المهمه ان الكابتن محمود الخطيب كرئيس بعثه النادي الاهلي كان حريص النهارده ان هو يكون متواجد في مران فريق النادي الاهلي، ويعني حديثه مع الاستاذ مع الكابتن سمير عادلي ومعالي السفير شريف عيسى على تيسير كل الامور وتذليل كل الامور لفريق النادي الاهلي. نقدر نقول الحاله هنا مطمئنه تماما، اللعيبه، الحاله الفنيه، الحاله البدنيه، الحاله النفسيه، كل اللاعبين ان شاء الله استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي كلهم مصممين على رسم البسمه على وجوه جماهير النادي الاهلي وان شاء الله خطف تذكره الصعود الى الدور نصف النهائي بمشيئه الله. طيب احوال الطقس عندك ايه؟ درجه الحراره كام يا فاروق؟
بالظبط يا استاذ ابراهيم، يعني نقدر نقول الامطار استقبلت فريق النادي الاهلي النهارده في لدى وصوله الى جوهانسبرغ. درجه الحراره النهارده بالتحديد كانت 16 درجه مئويه، ولكن يعني ده اخر يوم طبقا للطقس هنا في بريتوريا، ان ده اخر يوم في سقوط الامطار. بدءا من الغد نقدر نقول الطقس هيبقى درجه الحراره 24 درجه مئويه، ويعني خلاص ده كان اخر يوم النهارده، اخر يوم دوت في الطقس البارد او سقوط الامطار. بدءا من الغد هتبدا درجات الحراره في الارتفاع، يعني هتبقى بمشيئه الله تم تحديدها وتم رصدها تبقى 24 درجه مئويه. يوم المباراه هتبقى درجه الحراره هتتراوح ما بين 22 درجه او 25 درجه مئويه، لكن يعني بجانب سقوط الامطار درجه الحراره والجو هنا ملائم تماما. اللعيبه ايضا يعني الجو طارق سايب انطباع كويس عند اللاعبين هنا في النادي الاهلي، لكن زي ما طمنونا هنا والمعالي السفير طمنا قال لنا ان ده كان اخر يوم بالظبط في سقوط الامطار، لكن بدءا من الغد هتبدا درجات الحراره في الارتفاع، ويوم المباراه هتبقى درجه الحراره ما بين 22 ل 25 درجه مئويه. طيب 10 ساعات زمن الرحله فاروق، هل كان في اي حوارات مشتركه بين موسيماني ولاعيبه صن داونز مع لاعيبه الاهلي ومع ريني فايلر طوال الرحله على الطياره، ولا العلاقه كانت مفصوله؟ لا يعني انا عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، وكويس ان حضرتك اثرت هذا الموضوع. في لقطه كلنا اتفرجنا عليها وتابعناها، وهي لقطه يعني اثناء احتساب ركله الجزاء للنادي الاهلي لاليو باجي، شفنا كلنا مستر موسيماني توجه لمستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي ودار ما بينهم حديث. يعني انا سالت مستر موسيماني ايه يعني ايه الحديث اللي دار ما بينك وما بين مستر ريني فايلر، فمستر موسيماني وضح لنا الامر، قال لنا ان بعد نهايه شوط اللقاء الاول مستر ريني فايلر كان يتكلم مع الحارس المرمى اونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز، يعني طالبه بضروره اللعب وعدم اهدار وتضييع الوقت، وطالبه ان هو يسرع الاداء للملعب وما يضيعش وقت كتير. فمستر موسيماني تقبل هذا الامر بصدر رحب من مستر ريني فايلر، وعلى فكره موسيماني بيقدر وبيحترم جدا النادي الاهلي وجهازه الفني. واثناء احتساب ركله الجزاء مستر موسيماني راح لمستر ريني فايلر وقال له اللعيبه بتقول لي ان هي ما لمستش اليو باجي، ودار ما بينهم شيء من الدعابه. داخل الطائره كان مستر موسيماني يعني دايما عمال يطوف في الطائره يطمن على الجميع، يداعب الجميع، يتكلم مع افراد البعثه الاعلاميه للنادي الاهلي او لاعبين افراد يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي، ان الصوره ان شاء الله هتكتمل بانتصار النادي الاهلي والصعود ان شاء الله الى مباراه نصف النهائي، ومن ثم ان شاء الله الفوز بالبطوله. التمرين من بكره وطوال الايام اللي جايه في نفس توقيت المباراه مش كده؟ بالظبط استاذ ابراهيم، مران الاهلي بدءا من الغد في تمام الساعه 3 وحتى موعد المباراه أيام القادمة يعني بدءا من الغد هيبقى الساعة 3 على ملعب توسواني الملعب اللي هيستضيف مران النادي الأهلي، ثم المران الأخير على ملعب لوكاس موريبي هيكون يوم الجمعة أيضا في تمام الساعة 3، وهو موعد المباراة ما بين الأهلي وصن داونز على ملعب لوكاس موريبي يوم السبت بمشيئة الله. بإذن الله كل التوفيق، شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى جنوب أفريقيا. أعتقد تفاصيل وافيه ومهمه يا باشمهندس. يعني ده الراجل حتى الجانب الثقافي والجانب يعني الجغرافي والجانب يعني هو عمل هوم ورك كويس او عمل شغل كويس، لكن انا تعليقي انا اتمنى الجو ما يتحسنش قوي. انت هتلعب الظهر. فيعني هو بالمشهد اللي احنا شايفينه ده قال لك من 22 ل 25 ل 25 لو شويه يندع شويه كده يبقى كمان جميل قوي. انما لو حرر بقى مش عايزينه حرر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لماذا سافر النادي الاهلي قبل المباراه بحوالي اسبوع؟ لان تاني هنتكلم في حته الاقلمه. ان بيقول لك لما تروح لمناطق يعني فيها تباين في المناخيه او في الارتفاعات او كده، يبقى قبلها باسبوع بيحصل نوع من التأقلم جيد جدا. فهو اختيار بدقه انك تروح بدري تتأقلم على الجو وتلعب خاصة ما عندكش في نفس توقيت
في نفس الاجواء ونفس التوقيت، في نفس الاجواء تعيش النبض اللي انت مرة خمس تمرينات كافيين جدا، اعتقد ان يعني. هو يعني كويس جدا كده، زائد انه ده معسكر مغلق انت خدت فرقتك بقى بعيدا عن الدوشه خالص. أيوه. وبعيدا عن التعليقات والتصريحات اللي بعضها بيكون يعني للاسف مش مناسب للموقف. لما تيجي لك لحظه عشان نتكلم ازاي الجمهور كان هو المعلم، دي مهمه جدا يا استاذ ابراهيم، فتبقى اولى فقراتنا حين حضر اللاعب رقم واحد. اللاعب رقم واحد كان حاضر في مباراه الذهاب امام سان داونز، الحضور رائع جدا، الصوره حلوه جدا، المشهد فيه كتير جدا من التفاصيل الايجابيه. قبل ما المهندس عدلي يقول مع حضراتكم في تفاصيل اهميه حضور اللاعب رقم واحد، عايز اقول لكم انه تقديرا لما حدث النادي الاهلي ارسل اليوم خطابات مهمه. خطاب اولا الى السيد وزير الداخليه اللواء محمود توفيق ورجال الشرطه على ما بذلته قيادات وزاره الداخليه ورجال الامن من تنظيم رائع لهذه المباراه، على التعاون الكبير اللي النادي الاهلي لقياه من قبل الامن في نقل المباراة أولا من استاد السلام لاستاد القاهرة حتى يستوعب الاستاد أكبر عدد متاح من الجماهير، ثم استيعاب الكثافة العددية اللي حضرت، ثم التنظيم الرائع للمباراة والتعاون الكبير من كل الأطراف الحقيقة، من قبل رجال الأمن ومن قبل المنظمين ومن قبل الجماهير، خلى المسألة فيها نوع من الألفة والمودة والدفء الشديد جدا في العلاقة. رجال الأمن سهلوا حضور الجماهير، دخول الجماهير، وسهلوا كمان حتى أدوات التشجيع المسموح بيها، خلت الجماهير تكون فعلا السند القوي جدا واللاعب رقم واحد في استاد القاهرة بالصورة المبهرة اللي حضراتكم شايفينها. فشاف النادي الأهلي أنه من الواجب توجيه كل الشكر والتقدير والامتنان إلى وزارة الداخلية ورجالها وإلى وزيرها اللواء محمود توفيق على كل ما لقياه النادي الأهلي من مساندة ومساعدة. كان يوم رائع من كل الأطراف. أيوة. وكان الجمهور عند الموعد وعند الثقة. واضح أن الأمن يعني تعامل معهم بكل ما يجب أن يتعامل به الأمن مع الجماهير. أيوة. استوعبهم، ريحهم، الحاجات الصغيرة اللي كانت بتعمل احتكاك ما كانتش موجودة. أيوة. حتى سمح ببعض الطبل والحاجات دي تخش. طيب، وكان هذا له مردود رائع جدا عند الجماهير، لانها تفرغت لفرقتها حتى في الوقت اللي خشينا فيه يا استاذ ابراهيم. ايوه، ان يحصل نوع من رده الفعل اذا ما حصل في المباراه بتاعه الزمالك والترجي، وازاي ان في بعض التيشيرتات اترفعت، كنا خايفين ان تعمل نوع من انواع الاحتقان، وإذا بالجمهور يفاجئنا أنه يتحول إلى الدبلوماسية العبقرية، أنك أنت لما تستقبل الإساءة تمتصها وتحتويها وتعلو فوقها بمزيد من الإحسان. اللقطة بتاعت أبو أدهم اللي الناس كانت بتقول لك يعني إحنا تعاطفنا معاك وأنت تنشر هذه اللقطة المسيئة اللي بتجرح شعور جماهير الاهلي، هذا العبقري اللي عايز بس يا رب يتواصل معايا باي طريقه عشان اهنيه، اللي عمل تيشيرت عليه صوره ادهم الكيكي. ادهم الكيكي يا جماعه مشجع زملكاوي، طفل كان رايح مع والده احدى مباريات الزمالك، تعرض لحادث طريق وتوفاه الله. النادي الاهلي وقتها حرص على مشاطره والد ادهم الكيكي، الاستاذ مسعد الكيكي هو من دمياط، شاطر التعزيه وشكر وايضا قدم له واجب العزاء. لعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، حتى الكابتن محمود الخطيب ساعتها حرص على الاتصال بوالد ادهم وتعزيته، لقي كل هذا الاحتضان وكل هذه المواساه في هذا المصاب الرياضي الحقيقه. فالمهندس عدي شاف انه امبارح بقى او اول امبارح في مباراه الاهلي جمهور الاهلي يشيل صوره ادهم الكيكي ويقول له في الجنه ترحما عليه، لا تردا على اي صوره سلبيه تانية. دي هي عبقريه مواجهه الازمات. ايوه، مين العبقري اللي فكر في الفكره البسيطه دي اللي ممكن نبني عليها مستقبل مهم جدا للتشجيع ونسترد الجماهير تاني
وحماميتها مع بعضها ومفهومها الرياضي السليم. برافو عليك، لقطة إيجابية 100%. لازم نبني عليها. آه. ولازم في لقطة تانية برضو نفس الإيجابية. ما أنا جاي لك. آه. تبقى في لقطة تانية تليها في الأهمية. آه. البنات اللي راحوا تكبدوا مشقة إن يروحوا يشجعوا النادي الأهلي في مدرجات الأهلي في وسط مشجعي الأهلي. ولابسين فانيلة الزمالك. ولابسين فانيلة الزمالك ويلقوا الترحيب وماسكين علم الأهلي. آه. يا جماعة إحنا فين من الجماهير دي؟ هنا وهنا. آه. إحنا فين من الجماهير دي؟ هي دي الجماهير، وأنا بقول الجمهور ده هو ده، هو ده بقى اللي يقول إيه؟ أنا الجمهور وأنا اللي تعمل لي وتسوي لي وأنا اللي تشيل همي، مش الجمهور اللي عايز يتدخل في شغلك ويحولك إلى موظف عنده تتلقى التعليمات وإلا يغضب عليك وبتاع. هذا الجمهور هو ده، هو ده بقى اللاعب رقم واحد. أي. الجمهور اللي بيدي رسائل إيجابية، الجمهور اللي بيستوعب بعض، الجمهور اللي بيعيد الوئام إلى أسرة كرة القدم، الجمهور اللي بيوقد فتنة إن حد يخترق هذه الجماهير عشان ياخدها في سكك تانية غير الرياضة. صحيح. والنهاردة لما تحط هذا الكلام كله مع الرسالة التي وجهها، معلش هتقول لي هقراها بعد إذنك، بتاعت يورجن كلوب. اه اتفضل، بس انا كنت عايز برضو اشير في نفس السياق بتاع المباراه. كمل وبعدين. الى انه النادي الاهلي كما شكر وزاره الداخليه ووزيرها اللواء محمود توفيق، ايضا وجه شكر وبخطاب تقدير الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على ما قدمه من دعم ومسانده للاهلي في هذه المباراه، وجهود كبيره بذلها الدكتور اشرف صبحي لنقل المباراه او المساعده في نقل المباراه الى استاد القاهره وزياده الاعداد المسموح بها، ثم حضور الوزير المباراة أيضا من المقصورة الرئيسية مع مجلس إدارة النادي الأهلي، فوجه النادي الأهلي خطاب كل شكر وتقدير واحترام للدكتور أشرف صبحي، كمان تقديرا وتثمينا للصورة الرائعة اللي أنت بتتكلم عليها وعلى التأثير الرائع جدا لحضور الجماهير. مجلس إدارة النادي الأهلي وجه خطابه إلى جماهير النادي الأهلي بقى، إلى اللاعب رقم واحد في المباراة اللي كان له تأثير، وأكد النادي الأهلي من خلال مجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب على الدور الرائع والداعم من جانب جماهيرنا الوفية لفريقها في اللقاء سان داونز، وأكد أن الالتزام والتعاون من جانب الجماهير مع كل الجهات القائمة على تنظيم هذه المباراة وفي مقدمتها رجال الشرطة كان له الدور الأكبر في الصورة الرائعة التي شهدها استاد القاهرة، وكان هناك تناغم وتفاعل من الجانبين وحرص كامل على المصلحة العامة وتوفير كل الدعم لفريق الأهلي في المباراة. شدد النادي الأهلي في خطابه أو في خطابه المفتوح لجماهيره على أن هذا ليس بجديد على جماهير الأهلي التي دائما ما تضرب المثل في الالتزام والانضباط السلوكي كعادتها، والتي دائما ما تكسب الرهان في انحيازها لمصلحة ناديها وبلادها، خاصة أن رجال الشرطة كانوا في قمة تعاونهم مع كل العناصر، الأمر الذي جعل المباراة تخرج بالصورة التي تليق بالأهلي وجماهيره الوفية وجهات التنظيم جميعها التي لم تدخر جهدا طوال الوقت للمساندة والمساهمة في الصورة المشرفة لكل شيء خاص بالمباراة. ومن هنا لزم أن يوجه مجلس إدارة النادي الأهلي شكر وتحيته لجماهيره. شوف ده بيدعم الكلام اللي أنا قلته. آه. وده بيأكد على حاجة تانية. أي. أن الموضوع كان بسيط قوي. أي. أن كل التوتر اللي عشناه سنين ده كان سببه حاجة واحدة. أي. الارتياب. أيوة. كل طرف مرتاب من الطرف الآخر. أيوة. لما الاتنين شالوا هذا الموضوع من النص أو كل العناصر بقى، أنا مش عايز بقى يبقى أمن وجماهير ومجالس إدارات وأعلام ومنافسين لما كل واحد قام بدوره، ما تيجي نبني على اللقطة دي، ما تيجي نفهم الدرس ده، ما تيجي نقول لجماهيرنا شكرا بس كملوا كده، ما تيجي نقرا اللي قاله يورجن كلوب عشان نعرف هي كره القدم معموله ليه. آه. الموضوع بسيط جدا يا جماعه، الراجل ده وهو يتوج باحسن مدرب على مستوى العالم. وانت هتضيف لنا على بعض ملامح شخصيته بعد ما اتكلم اللي انت فاجئتني بيها قبل ما قال ايه يورجن كلوب. كلام كل كلمه لازم نتوقف امامها. مدرب ليفربول. مدرب احسن فريق في العالم دلوقتي. بالظبط. بطل اوروبا السنه اللي فاتت، متصدر الدوري، نقدر نقول عليه بطل الدوري السنه دي. لم يلقى هزيمه في حاجه 20 مباراه غير امس. ايوه. ولكن هذا الرجل وهو يتوج بافضل مدرب في العالم. ايوه. قال ايه؟ كره القدم مجرد لعبه
يستمتع بها الناس في نهاية الأسبوع. مجرد لعبة يستمتع بها الناس في نهاية الأسبوع. في نهاية الأسبوع عندهم بيلعبوا كل أسبوع في يومين. لا شيء يمكن أن تضيفه غير هذا. لن تحل مشاكل الفقراء. خدها في سياقها بقى. أيوة. حاولهاش بقى إيه؟ ما تسيسهاش. ما تاخدهاش في أبعاد تانية. أيوة. لن تحل مشاكل الفقراء واللاجئين. لن توقف حروبا ولن تأتي بالديمقراطية. يعني اللي عايز يستغل ما تطلعش الكرة من الملعب. كرة القدم وشعبيتها وجماهيرها. في الحتة دي. لا. أنت بتاخد كرة القدم من بره الملعب. من رسالتها الجميلة. انها لعبه بتنسي الناس همومها وبتمتعهم. لن توقف حروبا ولن تاتي بالديمقراطيه. ابتدى يتكلم على نفسه بقى ولاعبيه. كلام فلسفي مهم والله. كل كلمه فلسفيه زي صوره الولدين العباقره دول. بيستطرد يقول ايه بقى؟ نتلقى اموالا كثيره لننسي الناس هم تعاستهم. دورنا أن ننسي الناس تعاساتهم لمدة 90 دقيقة. شوف ده الهدف الرئيسي. اقعد فرغ ومش كده، ما انت كسبان وخسران. فهو عايز كمان يتكلم في كده. ندفعهم ليصرخوا ويهتفوا حتى يهدأوا ويتنفسوا وينفسوا عن جوفهم المضطرب. نؤدي وظيفة فقط. احنا دورنا نؤدي وظيفة في كرة القدم، نلعب 90 دقيقة، نحاول نمتع الناس دي، نسيبها تتوتر وتعيش ال 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 الإثارة إلى الذروة. نؤدي وظيفة فقط، وعلى الناس العودة بعد كده بقى خلصنا الماتش، وعلى الناس العودة إلى حياتهم بمجرد سماع صافرة الحكم. خلصت. ما تروحليش بعد الجمهور. سيب الكورة وهمومها في الملعب والجمهور يشتم. انت ترقص معاه ويترشخ الجمهورين. أيوة. مفيش الكلام الفارغ ده. وعلى الناس العودة إلى حياتهم بمجرد سماع صفيرة الحكم. الحياة لا تتوقف على كرة من الجلد. الله. يا جماعة اللي عايزين تدوا كل حاجة أكتر من معناها، يا اللي عايزين تاخدوها بسكة أنكم تستفيدوا منها في مقارب شخصية أو تشعلوا الفتنة بين أطراف البلد الواحد أو بين البلاد المختلفة. ياللي محولنا إلى كرامة وعنصرية، هي مش كده. كرة القدم جعلت للمتعة والإثارة والمتنافس. ده بيفوقنا. كسبان خسران طلع لجواك في التسعين دقيقة وروح. وروح. وروح وارجع بمفهوم شبابنا وبناتنا الزملكاوية وشبابنا الأهلاوية اللي الرسالة قدموها لنا عشان كلنا نعيد تفكيرنا. يا أولي الأمر أيها المسؤولون، من فضلكم تعالوا نبني على المواقف الإيجابية دي، تعالوا نفهم يورجن كلوب شرح كرة القدم إزاي. بمناسبة يورجن كلوب، أنا استوقفني الأيام الأخيرة تصرف منه مع طفل بيشجع المان يونايتد بعد ما تعادل المان يونايتد مع ليفربول وأوقف سلسلة الانتصارات المتتالية له. طفل في المدرسة عنده 10 سنين في احدى المدارس الانجليزيه، طلب منه في المدرسه انه كل واحد يكتب خطاب لاي شخصيه. فالولد الطفل اللي عنده 10 سنين كتب خطاب ليورجن كلوب بيترجاه: انا بشجع مان يونايتد، ارجوك هكون سعيد جدا سيب لنا الدوري. لو سبت لنا الدوري السنه دي، انت فرحت ليفربول كتير، حققت انتصارات كبيره جدا، فرحنا احنا، بس انا طلب الشخصي منك سيب لنا الدوري السنه دي. الولد كتب الجواب على انه ده في المدرسه، فبطريقه او باخرى وصل لصحافه محليه عندهم. تفاجئ اداره المدرسه بعد كام يوم انه في خطاب رسمي جاي من يورجن كلوب الى هذا التلميذ. قال له ايه؟ بيخاطبه بمنتهى الرقه ويطبطب عليه ويقول له: انا بحسد المان يونايتد عليك، بس وانت زعلان لازم. ده الطفل اهو او التلميذ بالجواب بتاعه بيقول له: يعني انا كنت اتمنى ان انا اسعدك وان انا ما تسببش ان انا اضايقك، بس خليك عارف انه احنا بناخد فلوس وبنشتغل علشان نسعد جمهورنا، زي ما المدرب واللعيبه في المان يونايتد بيشتغلوا عشان يسعدوكم،
فانا اسف لو كنت مضايقك، بس انا مش هقدر احقق لك غرضك ابدا. أيوه. والا ابقى مش امين مع شغلي، فانا امين في عملي، واتمنى ان انت ان شاء الله تبقى مبسوط بفرقتك اللي انا بحسدهم عليك. على فكره، على فكره قبل ما تخش لنا في ملامح يورجن كلوب الشخصيه، انا برضو عايز اتوقف عند نقطه هنا. ما مغزى هذا الموضوع؟ الولد كتب انفعالاته ببراءه، ويعني عنده زي ما مجله المدرسه، مجله بتاع، ولكن هذا الاهتمام من مدرب كبير طبعا انه رد على الشاب ده، على الطفل، الطفل ده هو علمه ايه؟ علم الطفل ده ايه؟ التقدير. قال له لا، قال له احسد المانيوتا عليك، يعني حب ناديك قوي كده، ويا ريت كل الناس تحب ناديها قوي كده. بالظبط. ولكن افهم المنافسه في اطارها. ما ينفعش حد يفوت لحد، لكن ينفع ان كل واحد يشتغل وظيفته باقصى الطاقه ويحاول يسعد جماهيره. حط المشهد ده جنب المشهد ده، جنب اللي هتقوله لنا هنا. بص، هو الراجل لما سئل عن حياته قال لك ايوه، هو ده المهم. ما كنتش لعيب كبير، ما كنتش باخد فلوس من الكوره كتير، عشان كده حتى وانا شاب كبير كنت شغال في المحطه حامل حقائب، شيال، حامل امتعه. واضح ان بدايته كان لعيب هاوي. بالظبط. فبيقول لك انا كنت شغال حامل امتعه، يعني حامل حقائب في محطه، لكن شوفوا بقى تقديره للنماذج التاني. عشان كده على فكره ما حدش بينجح من فراغ، اي انسان لابد انه يكون عنده بعد فلسفي ما في شخصيته، لانه حتى هو بيتكلم على تجربته. ما بيفكركش شويه بمانو جوسيه؟ طبعا، ما دي اللي انا عايز اقول لك عليها. قال لك انا ومع هذا رغم كل معاناه اللي حصلت في حياتي، انما عندي النموذج الملهم ليا محمد صلاح وساديو ماني. الله. شايف انه ساديو ماني تجربه حياتيه وظروف معيشه وانسانيه عجيبه فيها نموذج ملهم جدا، ومحمد صلاح لدرجه انه قال لك كان بيسافر من بلده للعاصمه علشان يتمرن كل يوم، كل يوم، وعنده متاعب مع اسرته. فبص بقى البعد الفلسفي اللي حضرتك بتشير اليه. مانويل جوزيه لما تسمعه له ده خطاب لطفل مشجع المان يونايتد اللي بعته ليورجن كلوب، لكن حتى مانويل جوزيه اللي انت اشرت اليه كان بياخد من، وده الرد، وده الرد، كان بياخد مانويل جوزيه من كل التجارب دوافع كويسه جدا. انه الكوره، هو كان بيتكلم على حياه الفقر اللي عاشها، عن ظروف المعيشه بتاعته اللي فيها صعوبات، وعلى احتضانه للعيبه حتى كلها، وازاي يقدر يخلق من ظروفهم الحياتيه دوافع كبيره للنجاح، يحوله لانسان افضل فياخد منه الافضل. هذه هي رساله المدرب الفيلسوف. خلي بالك يا استاذ ابراهيم، فين ده؟ يعني انت ما تقدرش تكون في هذه المكانه الا اذا كنت قارئ جيد. بالظبط. ومهتم ان تدخل في التفاصيل تتعلم وتعلم منها. بالظبط. لما بتكون كده بتقدر تقود فرقتك للافضل. طب عندك فكره. تعرف تخليهم، هو انت ناسي لما خسرنا في 2005 امام اتحاد جده. هو قال ايه؟ قال خسرنا بس هنرجع السنه الجايه عشان نوري النادي الاهلي. لو انت تفتكر واحنا ماشيين الصبح من الفندق جمع اللعيبه قال لهم كده، قال لهم لازم تبقوا عارفين ان انتوا سبتوا في الارض دي ذكرى سيئه جدا، ودوركوا انكم ترجعوا السنه الجايه تصححوا الصوره السلبيه اللي انتوا سبتوها هنا. وفضل دايما حريص انه يفكرهم. فاكر انت كان حتى حد من المصريين وهم ماشيين كانوا بيبكي، قال لك انتوا زعلتوا ناس، عايزين نرجع نصالحهم تاني. فضل باستمرار خلق او حول هذا الركام السلبي الى دوافع كبيره، دوافع لمده سنه. لسنه. ده اللي بقوله ايه، وانت قعدت وخدت منه حديث على مدى 10 ساعات يمكن، على البعد الثقافي والفلسفي. شريت له جهاز مخصوص تسجيل بيسجل 30 ساعه. الراجل ما زهقش، ما اتكلمش، ما سكتش، ما يعني ما قالكش كفايه كده، لكن قال لك كان بيكلم كل ما نريد ان نعرفه عن شخصيته، كيف انه فيلسوف، عن قراءاته، عن حياته، وعن وازاي ان هو لما جه مصر حب يقرا عنها كتير. قال لك اول ما جاني عرض النادي الاهلي نزلت المكتبه، رحت اشتري كتب من الادب العربي المترجم عشان احاول احط ايدي على شخصيه المنطقه دي
الناس دي بتفكر ازاي، مفاتيحها ايه، عمقها ازاي، تاريخها ايه، عشان يقدر يتعامل معاها. طيب احنا هو ده، احنا مش في مجال. طب على ذكر الالماني بقى، لانه برضو في المنطقه ديت، وذكر الكوره واهميتها والجمهور، البايرن ميونخ بيلعب مباراه مع هوفنهايم في الدوري الالماني، اتقدم البايرن 6-0، الجمهور بيهتف ضد الراجل الاونر او المالك بتاع النادي المنافس، بيسخروا منه. المباراه وقفت علشان الجمهور يتوقف، الجمهور ما سكتش. بص بقى الرقي والحضاره والسلوكيات الناضجه جدا من الفرقتين، فرقه البايرن وهي كسبانه 6، اعتراضا ان جمهورها واخدها في سكه تاكم، والجمهور التاني، لان المباراه في ملعب هوفنهايم. فانت متخيل انه اعتراض الفرقتين على انه فيه شتايم من المدرجات، قعدوا ينقلوا الكوره بينهم وبين بعض 13 دقيقه. يا جماعه بصوا على الرساله اللي في اللقطه دي، فرقتين بيباصوا لبعض علشان يقولوا الناس كره القدم احنا ممكن نبقى اصحاب، احنا أيوة. ممكن نلعب مع بعض، ممكن نتعاون مع احنا بعض، ممكن نبقى زمايل احنا وانتوا. المشهد ده لن يبقى هو موجود في المدرجات، مش في ارض الملعب بالظبط. ده مش واحد نازل يتشفى بالظبط، ده واحد. وعلى فكره كان هو طبعا المدرب وقتها، مدرب يعني هو كان، دي مباراه هذا الاسبوع او ده الاسبوع اللي فات. ده الاسبوع اللي فات. انا فاكر بتحكي لي حاجه قديمه. لا الاسبوع اللي فات، ده درس البايرن هوفنهايم. لا ده درس تاني بالظبط. اذا هو مفهوم عام يا جماعه، وثقافه شعوب. ايوه، الناس اللي بترفض الهتافات العنصريه. المستثمر اسمه ديتمار هوب، ده هو اللي بيدعم نادي هوفنهايم ماديا، فالجمهور يعني قالب عليه وبيهتف ضده. بصوا بقى لما الكره تفضل تتناقل بين الفرقتين 13 دقيقه، اذا كان عاجبكم هو ده الرد العملي. احنا عايزين نحفل على بعض. ايوه ده الرد. طب ما تيجي ناخدها بقى باللغه بتاعتهم. ايوه، بقى لنا قد ايه بنقول قاتل الله التحفيل، مبوظ لنا متعه كره القدم. صحيح صحيح. ها؟ صحيح. كره القدم مش ضروري، مش بالضروره، حتى لو انا بفهم اكتر من اي حد او متصور كده يا جماعه، اي واحد بيقول راي وبيهاجم الناس انه مش ماشي على رايه، ما هو انت مؤكد لما مسؤول رايك ده هيتغير طبعا، لان المسؤوليه هتخليك تفكر بطريقه تانية. مين قال لك ان رايك ده هو اللي هيجيب الانتصارات؟ مين قال لك ان ده التشكيل الامثل؟ مين قال لك اللاعب اللي انت زعلان منه، اللي كل المدربين سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي شايفينه مهم جدا لطرق اللعب بتاعت النادي الاهلي، انت شايف حاجه تانية؟ انت احنا كره القدم ليها مسؤولياتها. فخلي ثقتك في مكانك، حب الاهلي كما وجدته، لان تواجدته كبير، ما وجدتوش صغير. بصوا الثمرة الكبيرة من مباراة الأهلي وصن داونز، لما حصل هذا الالتزام من قبل الجمهور، لما حصل الانضباط السلوكي، لما حصل التعاون مع المنظمين ومع رجال الأمن، طلعت الصورة عاملة إزاي؟ تشجع وتساعد على إن شاء الله تعالى تعود المدرجات كاملة العدد بإذن الله. بعد هذه المباراة الرائعة من قبل اللاعب رقم واحد، وجهت شركة تذكرتي، الشركة المنوط بيها الإشراف على التذاكر المباراة، وجهت الشكر للنادي الأهلي وجماهيره. تذكرتي تهنئ الأهلي بالفوز على صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتشكر جماهيره العظيمة على ظهورهم بمظهر حضاري في مباراة اليوم، مؤكدة أن لهم الدور الكبير في تحقيق الفوز الهام. وتتمنى شركة تذكرتي أن يحصد الأهلي بطاقة العبور للدور التالي بعد انتهاء مباراة الإياب السبت المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا مهمة كلنا نبني على هذه الإيجابيات التي شاهدناها، ونقرا الدروس المستفادة سواء من إنجلترا على لسان يورجن كلوب، أو من ألمانيا في المشهد اللي حضرتك عرضته ده. أنت فاجئتني إن دي الأسبوع ده أو الأسبوع الماضي يعني. إذن هو ده اللي يخليك بقى إيه، يوم ما تخسر ما تبقاش منهار قوي كده وخايف تروح البيت، لا مش عارف البقالي يقول لك إيه، ولا أخوك الذي لا يشاطرك التشجيع يقول لك ايه. ولا انا فاكر، يا حكيتها قبل كده بس احكيها تاني، كان عندنا الله رحمه الله عليه الاستاذ سناري، مشجع اهلاوي جامد جدا. أيه. وهو كان عنده نوع من صعوبه الحركه. ايوه، كان راجل كبير في السن. ايوه، والماتش كان بين الاهلي والمحله في المحله. ايوه، خارجين بعد خسرنا 1-0،
متضايقين. انا معدي جيت جنب الاستاذ سناري لقيته ها 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 بيعيط. اتخضيت. سناري بيه؟ في ايه؟ في ايه؟ قال لي ابني الوحيد اللي بترجاه من الدنيا، انا بقى جسمي اشعر ساعتها. قبل ما اقول له قال لي زملكاوي. فبصيت له كده. قال لي انا هروح دلوقتي هيعمل فيا ايه؟ خايف يروح عشان ابنه هيحفل عليه. انا ساعتها قعدت افكر. يمكن ما كانش الكلام ده قريته، بس عاش جوايا من ساعة هذا المشهد. هو احنا ليه بنحول كرة القدم الى هذا الشعور التعيس لما تخسر؟ طب انا بقى لما اكسب، انت عارف نفس حكاية. طب انا لما اكسب يا استاذ ابراهيم ليه ما براعيش ان انا ممكن ابقى في موقف الخسران وطبطب عليه واروح اقول له انت كنت هايل النهارده، انا كنت موفق، هخسر ايه؟ انت عارف والله نفس الموقف اللي انت بتقوله، اب مع ابنه. انا شفت على السوشيال ميديا فيديو اسره احدى المذيعات، يعني لا يحضرني مين هي، اتمنى ان انا احاول اشوفه، راحة بتعمل حلقة مع أسرة، الزوج زملكاوي، الزوجة وباباها أهلوية جدا، لدرجة إن الراجل قال إحنا لو كنا نعرف إنه زملكاوي ما كناش قبلنا. فالحياة الزوجية بينهم بقى فيها مشكلة، مشكلة أهل وزمالك. فهي راحت تحاول تصلحها. مبسوط للمذيعة منى عرائي. أنت متخيل؟ نفس الحكاية بتاعت سناري. لا هم خدوها بدعابه في الاخر، يعني حكايه. انا عايز اقول لك دي كلمه اصلا شهيره، لو عارف انك قالها ما كنتش نسيتك. لا بس بقى في مشكله، بيبقى عارف وبينافي في كل حاجه. انما بيبقى لو ما خدتهاش بعقل. لو ما خدتهاش بعقل صحيح، خرجت الرياضه بره. لما خدتهاش بحكمه. انا في ناس حواليا يهموني جدا. يهموني جدا، وانا قلت حكايه عديلي الكابتن احمد سيف هو زملكاوي. لكن ما فيش مره حسيت. طب مين فيكم اتجوز الاول؟ لا هو اب، هو الاول يعني، هو اللي وافق عليك مش انت اللي وافقت عليه. هو كان له راي طبعا. لكن ابنه اهلاوي. وقال له خليك مع عمك. عايز يا ابراهيم عيسى لما قال لك الضرر يحب ان الضرر يكون احسن منه. يعني ده الهزار بقى. انا عايز اخرج من النقطه دي، ان الكابتن طارق ابنه اهلاوي جامد جدا. بس بحترم شعور ابوه، بس يجي من ورا ظهره كده يعمل لي كده مثلا يعني. انما انا عايز اقول ايه، ما دخلتش انا واحمد في حياتي في السنين اللي فاتت دي كلها في مناهده، في اي حوار يضايقه او يضايقني خالص. مراعيين شعور بعض جدا، حتى الفرحه ما بنحاولش ان احنا نبالغ فيها عشان ما نجرحش شعور بعض. هكذا هي ما ينبغي ان تكون العلاقه، لانك ما انت هتحفل عليا هحفل عليك، هتقول لي كلمه هقول لك 30، والدنيا دواره مش هترسي على حد. كوره هي طيب اصلا دواره. انت فرقتك اللي بتكسب واللي معوداك على السعاده، هو ده مش كفايه؟ صحيح، كفايه قوي. عيش اللحظه، ما تضايقش حد. هتقول لي هو بيعمل، سيبه يعمل، بيخدمك لانه بيقدم، انت بتقدم نموذج هو بيقدم نموذج تاني. لكن هو بعد شويه ممكن هو يراجع نفسه ما يعملش. صحيح. فخلينا كلنا يا جماعة، والله كرة القدم وجدت للسعادة، للسعادة. ده السعادة الكام رايح جاي. ده البينج بونج، ده تنس الطاولة اللي بتعمله دلوقتي. الوزير بيهني مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة على تأهل مصر بالعلامة الكاملة الحقيقة لأولمبياد طوكيو. التصفيات كانت في تونس، مصر فازت على جيبوت 4-0، وعلى تونس 4-0، وعلى نيجيريا 4-0، علشان يتأهل أبطال مصر للاولمبياد. عمر عصر واحمد صالح وخالد عصر ودينا مشرف ويسرى حلمي وفرح عبد العزيز تحت قياده الجهاز الفني للمنتخب، الكابتن ماجد عاشور المدير الفني للرجال، والكابتن اشرف حلمي المدير الفني للسيدات. الدكتور اشرف بيهني الاستاذ او الكابتن معتز عاشور رئيس الاتحاد على هذا الانجاز الرائع الحقيقه. بص هو ليه رائع بقى؟ انا يعني بينج بونج بدايتي. ان انا مسؤول عن تنس الطاوله في النادي الاهلي. كان اقصى امانينا نيجيريا كانت مسيطره على عرش تنس الطاوله. صحيح. لما كنا ناخد ايفنت واحد، مسابقه واحده منهم. كنا بنلقي الضوء على صاحب المسابقه ونفخر بيه. النهارده انت بتكسب بالفريق كامل 4-0 4-0 4-0. ما بتخسرش مباراه بالظبط.
ورجال وسيدات. بالظبط. انت فين؟ انت عديت نيجيريا هي اللعبة الشعبية الأولى فيها تنس الطاولة، رغم ان اللعبة أكتر تصدير للكورة بيصدروا نجوم، لكن تنس الطاولة تكاد تكون في كل زقاق وحارة. بيعملوا ترابيزات أسمنتية حتى. أنت كده. بيعملوا بقول لك في كل حتة لازم ترابيزة تنس طاولة. هذا إنجاز كبير جدا أهني بيه، وعلى فكرة ماجد عاشور ومعتز عاشور. الاثنين من أقطاب اللعبة. من دسوق. أيوه. مش من الأهلي، من الزمالك، وما لعبوش لحد تاني غير دسوق. صحيح. وكان مدربهم مين؟ ماهر عصر. أبو خالد. خالد أو عم. وعمر. أنا مش عارف أبوهم ولا خالهم. ولا عمهم. عمهم. هم طوال. هو غالبا والدهم، لأن هو كان حاجة عملاق بسم الله ما شاء الله. حتى أنا كنت مستغرب بقول له إيه الله يرحمه. يا ماهر إيه ده؟ تنس طاولة أنت بتقف على الترابيزة وحش. كان ضخم جدا. فتخيل بقى إن لما تسوق دي هي اللي تسوق تنس الطاولة دلوقتي. بمعتز وماجد. معتز وماجد وقال عصر. صحيح. كل التوفيق للرياضة المصرية إن شاء الله، وتكمل الفرحة بإذن الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل شوط أول رائع في انتظار الثاني. أهلا بحضراتكم من جديد. شوط أول رائع قدمه الأهلي أمام صن داونز، فاز فيه 2-0، ثم سافر الفريقان معا وعلى طائرة واحدة إلى بريتوريا عشان يلعبوا مع بعض يوم السبت الساعة 3 في بريتوريا، مباراة الإياب إن شاء الله في دور الثمانية. في هذا الدور كان في ملاحظات كتيرة ومفارقات الحقيقة، إنه كل أصحاب الأرض أو الأرض انحازت لأصحابها. الأربع مباريات في دوري الأبطال صاحب الأرض بيكسب. مش بس كده، التواني بيكسبوا. ما هو صاحب الارض عشان هو تاني. بالظبط. هو المباراه الاولى في ملعب التاني، والعوده في ملعب صاحب المركز الاول. طب دي معناها يا استاذ ابراهيم لما كنا بنقول مش مهم تطلع الاول ولا تطلع التاني، ان المجموعات كلها كانت مستويات متقاربه، لانه التمانية ابطال يعني ابطال سابقين. فكانت النتائج الاهلي كسب صن داونز 2-0، الوداد المغربي كسب النجم الساحلي في المغرب 2-0. فالوداد والنجم الفايز منهم هيلاعب الفايز من الاهلي وصن داونز، يا رب ان شاء الله يكون الاهلي. دي في الدور قبل النهائي. الزمالك الثاني في مجموعته استضاف الترجي التونسي، والزمالك كسب 3-1 ويسافر تونس عشان يلعب يوم الجمعه مباراه الاياب في رادس. الفايز من الزمالك والترجي هيلاعب الفايز من الرجاء ومازيمبي. الرجاء فاز في ملعبه في الدار البيضاء 2-0 ومسافر للكونغو الديمقراطيه لمواجهه مازيمبي. دي خريطه الدور او مباراه الذهاب في دور الثمانيه، بعكس الكونفدراليه. على فكره الكونفدراليه لو شفتوا هتلاقوا المفاجات كانت فيها كتيره، والاوائل هم اللي بيكسبوا. يعني جوله الذهاب في الكونفدراليه كان الانحياز للمركز الاول ما يشي بانه كانت الفوارق في المجموعات واضحه جدا. يمكن بيراميدز حقق مكسب على زناكو بره الارض 3-0، ده فوز مهم جدا. لا بيراميدز بيؤدي في البطوله الافريقيه تحديدا اداء رائع جدا. بالظبط. والمصري عنده ازمه كبيره لانه تعادل مع نهضه بركان المغربي 2-2، ويسافر له ان شاء الله يعمل بقى نتيجه بعكس جيده. بعكس بدايات المصري في الافريقي يعني كان كويس جدا يعني. نتمنى له التوفيق يعني. هو يكفيه انه يفوز بأي نتيجة عشان يطلع. طيب تحليلات فوز الأهلي على صن داونز، إزاي الأهلي حقق هذا المكسب المهم، التحول اللي حصل من الشوط الأول للشوط الثاني، تأثير الحضور الجماهيري الكبير، بصمة فايلر وتغييراته، الأدوار المهمة جدا في الفريق. هنشوف البداية مع الكابتن وائل جمعة على بي إن سبورت. في الشوط الثاني مغاير تماما، استطاع ان يحقق الانتصار المهم في هذه المباراه. الهدفين
كانوا في الشوط الثاني بعد التغير الكبير في شكل المباراة، والهدف الأول لنجم اللقاء علي معلول من انطلاقة ولا أروع، وتمريرة مميزة أيضا من أجي. في الدقيقة 56 يتقدم النجم التونسي للنادي الأهلي، وبعد نزول باجي بدقائق قليلة استطاع أن يحصل على ضربة جزاء للنادي الأهلي من تمريرة أيضا لأجي، ويتصدى لها نجم اللقاء علي معلول ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68. طيب كيف كان التحول وتغيير شكل الأداء عن الشوط الأول؟ يعني أنا أشوف أن نقطة التحول الشوط الثاني الهدوء، اللعيبة بقت أهدى من الشوط الأول. شفنا الشوط الأول كان فيه توتر اندفاع، في بعض الأحيان اللاعبين لما بيدخلوا بين الشوطين بيبقى كلمات الجهاز الفني والمدرب والمساعدين للفريق ممكن يكون ليها مفعول وتأثير على اللاعبين، وده اللي وضح الشوط الثاني، هدأ أداء اللاعبين بعض الشيء، التوتر اللي كان موجود راح. التأثير الكبير لمعلول، واتكلمنا على معلول الشوط الأول إن هو اللاعب الأفضل والأبرز في المباراة بصراحة، وشخصيته في قيادة هجمة هو وأجاييه، نقطة التفاهم اللي ذكرها كابتن نبيل في البداية نقطة مهمة، وكانت وراء التمريرة اللي عملها أجاييه لعلي معلول. إنما أنا أشوف الهدوء كان نقطة السر والتحول الكبير. بص الباص هنا من علي معلول لأجاييه، والتوقيت بناء على خبرات سابقه بين الاثنين ومع بعض وتفاهم كبير، انما شخصيه علي معلول ورغبته في الانتصار ورغبته في التسجيل ورغبته في قياده الفريق سجل ضربه الجزاء الثانيه. انما التغييرات اللي اتكلمنا عليها برضو بين الشوطين وليد وباجي كان ليها اضافه في الاداء بشكل واضح. الاثنين بان الفرق جدا بين الاثنين اللي خرجوا والاثنين اللي في الملعب. باجي محتاج اول ما نزل حسيت بخطوره النادي الاهلي، حسيت ان في عمق موجود هجومي للنادي الاهلي، في خطوره بمجرد ما بيستلم الكره. لا يعني عجبني جدا في شخصيته انه اندفع في وسط المدافعين كلهم، استغل سرعته وقوته البدنيه، وده احنا محتاجينه، لاعب بالقوه البدنيه اللي عنده والشجاعه اللي عنده. انت في وجود صناع العاب كتير موجودين في الملعب انت محتاج لاعب زي كده. انا عجبني بقى الجون الاولاني استاذ ابراهيم، لان لما تشوف علي معلول كان فين وهو بيمرر لاجاييه، لا يمكن ساعتها يتقال ان هو ده اللي هيجيب الجون. اللقطه معلول هيجري على الجون ويحاول يسبق ويلعبها على قد ما يقدر، او كان هيدوس ويستنى حد من بتاعه يرفع. لكن انك تلعب 1 2 على مسافة أكتر من 30 متر 35 متر، ده هو 1 2 بالمعنى يعني هو خد عدة عشان ما يبقاش 1 2 ما تلعبتش على طول. هو وقف وراح لعبها لحد ما كان علي معلول ورغبته ووعيه التكتيكي العالي جدا إن ممكن الكرة دي بما إن أجيد خدها لبره يبقى أنا لازم أملى الفراغ ده. جون من الجوان الجميله جدا جدا جدا، فيها فكر وتنفيذ. طيب ما دام المهندس عادلي معجب بعلي معلول وجونه قوي، نشوف راي نبيل معلول كابتن نبيل معلول في بي ان سبورت عن فوز الاهلي. كابتن نبيل، تعقيبك على سيناريو مغير تماما في الشوط الثاني. الشيء اللي تغير في الشوط الثاني، اولا التغييرات مهمه جدا، دخول وليد سليمان، لكن قبل دخول وليد سليمان لو يعطيونا الهدف من الاول، الهدف الاول من الاول، لانه الشيء اللي حكيت عليه انا البطء اللي كان موجود في نزل العمليات الهجوميه، لانه الكره خرجت من المناطق الخلفيه مشيت لعمر السوليه، عمر السوليه بسرعه لعبها لعلي معلول. ثم علي معلول شو قلت انا في الشوط الاول؟ لازم أجاي والشحات يدخلوا يطلبوا الكرة في العمق، في العمق مش على الأطراف. في الشوط الأول كان يطلب فيه على نفس الخط مع علي معلول، يخنقوا علي معلول وفتحي، برافو، ما عادش يقدر يطلع. أنا لما نعطي أنا باك شمال، لما نعطي الكرة للجناح على الخط ما عادش عندي مساحة باش نمشي فيها، نقدر نمشي إلا هك. وأنا في حاجة باش نمشي على الخط باش نطلب الكرة، لما كان طلب الكرة هو كأنه راس حربة. شوف هنا الكرة معناها باش تتقص بسرعة من المدافعين، هنا من دناك هنا بسرعة الكرة مشات، راح تشوف
يعني ما فهمش راحت لعلي معلول، علي معلول باش يتقدم، شوف طلب الكره من اجايوين هو كان يطلب فيها في الخط على الشوط الاول، هنا طلبها كاين وراس حربه صح. فتح المساحه اللي كان يروح فيها حب يمشي فيها علي معلول، وعلي معلول معناها بمهاراته الفرديه استطاع باش يسجل الهدف. اذا تغيير استراتيجيه الاداء الهجومي وضم اجايفي وحسين الشحاته في العمق سهل من مهمه الاهلي نسبيا في الشوط الثاني، وهذاك علاش تخلى وليد سليمان، لانه سليمان خواليد وسليمان تقريبا طلب الكره مره ولا مرتين فقط على الخط، طلب الكره نتاع وليد سليمان كان تقريبا كله على 9.5 بين الباك الشمال ولاعب وسط الميدان وبين محور الدفاع الشمال، يعني التمركز نتاعو كان متميز جدا، حرر خط وسط الميدان لانه رجع واحد من لاعبي الارتكاز الاثنين كيكانا ولا جالي اللي كان اكثر واحد موجود باش يعمل له محاصره، الظهير الايسر اصبح اكثر وفتح اكثر ثغرات لانه احمد فتحي شاهدناه في الشوط الثاني طلع اكثر من الشوط الاول، ولا فما توازن في نزل العمليات الهجوميه بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى، وهذا اللي حرر ايضا خط وسط الميدان لانه خط وسط الميدان كان مضغوطين عليه صح. في الشوط الاول، هذا الكل معناها التغييرات التكتيكيه اللي صارت في الشوط الثاني بتحرك مستمر من اجايي ومن وليد سليمان في دخولهم الى عمق وسط الميدان، حرر لاعبي خط وسط الميدان وحرر علي معلول وحرر احمد فتحي معاه. ده الكلام بقى اللي انا قصدي عليه، ده الكلام اللي ما نقراهوش واحنا بنتفرج في لحظه انفعال المباراه احنا كمتفرجين، ولكن الناس شغلتهم التاكتكس الفنيين اللي زي الكابتن علي معلول يقول لك بقى، هو ممكن ناس جدا تقول لك هو وليد سليمان عمل ايه، يعني ما هم هيقيسوا نجاح وليد سليمان على ايه؟ كم تمريره يعني بتهدد شط على الجون، كم مره جاب جون ولا ما جابش جون، هو ده احنا كجماهير بنقيم كده، لكن الدور وتغيير تكتيكي هائل في كل الصفوف نتيجة نزول وليد سليمان وطريقة لعبه وأدى إلى خلخلة الأطراف، وإزاي حرر أحمد فتحي وإزاي بقى ده يجري من هنا وده يجري من هنا وإزاي قلل الضغط على خط الوسط، ده الحاجات اللي صعب يشوفها إلا القليلين، وده اللي أنا عايز أقوله، مش كل حاجة بنتفرج عليها هي وجهة نظر بالضرورة هي اللي تحصل صحيح. لان في امور تكتيكيه المدرب بيبقى أدربي. كابتن علي معلول لخص تلخيص رائع جدا لقيمه التغيير. طيب اذا كانت الكابتن نبيل معلول والكابتن وائل جمعه من القناه الناقله للمباراه عندهم هذا التقدير لاداء الاهلي وهذا التقدير حتى كمان لتاثير التغييرات من ريني فايلر والاضافه اللي حصلت، قناه الاهلي كيف رات هذا الفوز المهم جدا؟ كابتن شريف عبد المنعم ترافولتا في تحليله للمباراة. يعني تأكيدا لكلامك وكلام سيادة العميد محمد مرجان مبارك له، مبارك كل فعلا واحد ساهم النهارده انه يخرج المباراة بهذا الشكل الجميل. ألف حمد وشكر على الهدفين اللي جم توجوا الشكل اللي حصل ده كله النهارده للجماهير، للقائمين على الفريق فنيا وإداريا، لمجلس اداره النادي الاهلي، لكل الناس اللي اشتغلوا في الفتره اللي فاتت دي من اول السنه لاخر دقيقه ان شاء الله في تتويجنا ببطوله افريقيا باذن الله ونعدي الدور ده على خير. فعلا يعني كل امله فسار الله عملكم الرسول والمؤمنون، هو ده اللي حصل النهارده. الناس حتى فرحانه يعني اسلام 0-0 اول اوف تايم، في تاكيد، في دفعه، في تشجيع، في وقفه في الظهر، في ناس حاسه بقد ايه اللعيبه دي بتعمل مجهود كبير عشان خاطرهم، في مكافأة من عند ربنا بالهدف العالمي الأولاني، في مكافأة من الأداء، في إنك بتتعرف على الفرقة دي اللي أنت رايح تلعبها واتفقنا إن في 90 دقيقة تانية، مظبوط، في أوجه نجاح كتير قوي إن شاء الله تأكد المجهود الكبير اللي بشكر فيه اللعيبة الحقيقة اللي كان على يعني على عاتقهم ضغط نفسي رهيب الحقيقة، وأنت عارف وكلنا عارفين ما معنى اللي حصل النهاردة في الملعب والمكاسب الكبيرة اللي خدناها من هذه المباراة. والله الكابتن شريف برضو لمس نقطة مهمة، ان احنا لعبنا مباراة يا استاذ ابراهيم وشفنا ناس على ارض الملعب احسن دراسة للمنافس بتاعك انك لما تلعبه. ايوه فانت بتلعبه الشوط الاولاني هنا هتروح تلعبه الشوط الثاني هناك. ايوه الفرقتين بقوا كتاب مفتوح، وحتى ما اظنش ان هيحصل تغيير كبير في فريق صن داونز، واضح ان العشرين لاعب اللي هو كان معتمد عليهم ريني فايلر هو واخدهم معاه،
ودي برضو رسالة، مفيش حاجة اسمها تجميد وفك تجميد يا جماعة في رؤية فنية، مفيش حاجة من دي خالص للناس اللي بتاخد الأمور في سياق وتحاسب الآخرين عليه. محدش قال إن كهربا مجمد خالص، دي رؤية. بالمناسبة النهاردة النادي الأهلي قدم تظلمه لاتحاد الكورة، أو راح الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي لاتحاد الكورة، واجتمع مع الوفد اللي كان معاه، كانت الأستاذ جمال جبر والأستاذة حنان الزيني كان الوفد الرسمي للنادي الأهلي، اجتمع مع مسؤولي لجنة الانضباط ومع قيادات اتحاد الكرة، يمكن الأستاذ وليد العطار، اطلعوا على الوثائق اللي استند عليها اتحاد الكرة أو لجنة الانضباط، قدموا التظلم. لجنة التظلمات هتنظر نهاية الأسبوع في تظلم النادي الأهلي. الخبر ده له علاقة باللي أنا بقوله. أيوه. طب ما هو منين الأهلي بيحتاج ومنين الأهلي بيجمد؟ بالظبط. ما حصلش حاجه من دي خالص، ولا تدخل الكابتن الخطيب في مين اللي يخش القايمه ومين يخرج منها خالص، وما تدوش كل موضوع التفسيرات اللي انتوا بتوصلوا لها وتحاسبوا المجلس عليها او تحاسبوا المسؤولين في الاهلي عليها. صحيح. احنا بنخدم الناس اللي بتشكك في الاهلي خدمه جليله جدا باللي بيحصل في هذا السياق. لا، ربما يكون كابتن احمد بلال، لا قبل ما نشوف بلال، ربما يكون مستر ريني بيحرر كابتن كهربا من ضغوط كتير جدا كان بيتعرض لها الفتره الاخرانيه. في النهايه احمد بلال المهاجم راس الحربه جلاد الحراس احمد جوال له راي تاني في سبب فوز الاهلي. يمكن كابتن فتحي اتكلم على الاحصائيات، الاهلي اكثر استحواذا، اكثر تصويب، اكثر يعني الكرانه لصالح النادي الاهلي، ست ضربات، كل حاجه مقابل واحده له. الفرص الحقيقيه للنادي الاهلي النهارده اكثر من فرصتين حقيقيتين للنادي الاهلي ان هو يسجل منهم اهداف، وليك ضربه جزاء واضحه، وليك ركله جزاء يعني الشوط الاول واضحه وضوح الشمس، يعني الحكم تغاضى عنها او الحكم ما شافهاش، مش يعني مش هنظلم الحكام، ولكن احنا حظنا سيء للاسف في البطولات الافريقيه مع الحكام للاسف الشديد، يعني كل الحكام في البطولات الافريقيه دايما حظنا سيء معاهم للاسف الشديد. فعايز اقول لك النهارده الاداء يا كابتن اسلام، حتى كمان الاداء الهجوم النهارده، بتلعب من جبهه واحده ولكن جبهه شغاله طول المباراه، ما بتقفش، ما بتستنزفش، ما قدروش ان هم كمان فرقه سان داونز انه يقفلوا لك الجبهه دي، ولا قدر يقفل الجبهه وفي نفس الوقت ما قدرش يهاجمك من الجبهه دي. انا اعتقد ان النهارده مديشه ده رد كبير من علي معلول كلاعب، دفاعي جيد جدا وهجومي جيد جدا جدا جدا، وجهه نظري يعني. طبعا ما انا بقول لك فايلر، التعليمات اللي انا شفتها النهارده لاليو ديونج مختلفه شويه عن الماتشات اللي فاتت. انت خلاص لما المدير الفني ابتدى يشوف ان انت بتتحرك من ناحيه الشمال، بتشتغل من ناحيه الشمال، كنت دايما بشوف اليو ديونج هو اللي بيميل الحته دي دايما ناحيه الشمال عشان يبتدي يقطع من نص ملعب، يقطع من الحته اللي قدام. النهارده طريقه اللعب بتاعه النادي الاهلي كانت مختلفه شويه، انك بتبتدي تضغط من قدام عشان ما تديش فرصه سان داونز ان هو يهاجمك، فبالتالي ما تديش فرصه انك تشتغل في 80 90 متر كابتن بطول الملعب عشان المجهود الزيني على النادي الاهلي، وبتقطع من قدام طبعا. ما انت لما بتضغط عليه هتاخد الكره، بتفقده الاهم ميزه بالنسبه له ان هو يبتدي ينقل، لانهم لعيبه كوره كويسين قوي. لعيبه كوره بيعرفوا يلعبوا كوره، بيعرفوا ينقلوا، بيعرفوا يشتغلوا كويس قوي، بيعرفوا يطلعوا من تحت يبنوا الهجمه بشكل جيد. فلما ضغطت عليهم بشكل كبير افقدتهم اهم ميزه بالنسبه لهم، وحضرتك بتتكلم عليها هي ميزه الاستحواذ، وانه ازاي ينقل نفسه في نص ملعب النادي الاهلي. انت عملت الكلام ده الشوط الثاني بشكل كبير، فبالتالي قدرت انك انت تخفق الهجمات بتاعتهم من بدري بسرعه قبل ما يبتدي يتحول هو يعمل عمليه التحول. ثاني حاجه خليت المجهود البدني بالنسبه لعيبه النادي الاهلي اقل، انك بتتحرك في 45 متر ما بتتحركش في 90 او 80 متر التانيين، عشان كده كنا يعني الشوط الثاني ما كنا بنشوف دايما علي معلول جاهز، اجاي جاهز، ما عندوش استنزاف بدني لانه ما بيرجعش، قربنا لبعض بالظبط، ما بيرجعوش يا كابتن الحته الدفاعيه. فانا شايف النهارده يمكن مباراه من الافضل المباريات اللي ادارها فايلر النهارده على المستوى الفني، وحتى كمان على مستوى التغييرات يا كابتن اسلام كان اداء رائع جدا، وتغييرات في التوقيت مظبوط وفي اماكنها الحقيقه. طيب ده تحليل الكابتن احمد بلال دفاعا وهجوما، وبيفهمنا كان بيفكر ازاي وايه اللي حصل في خطوط الفريق. عايزين نشوف كريم سعيد لان الفقره اللي بعديها بقى هي اللي هتوقف عندها شويه. طيب طبعا فايلر راجل واقعي جدا، ومش عايز النهارده احنا نتباهى او نفرح بالفوز
اكتر من اللازم، قال طبعا نتيجه كويسه جدا وهو اشتغل كويس قوي زي ما اتكلمنا قبل المباراه ان هو عايز يطلع كلين شيت. واضح جدا من التشكيل النهارده كان واضح ان فايلر لحد ما في بعض الحظر عن مباراه نادي الزمالك، لان هو كان اهم حاجه عنده انه يطلع كلين شيت النهارده ويحاول يوصل لمرمى سان داونز بهدفين او ثلاث اهداف بحيث ان هو يخليهم هم اللي ياخدوا المبادره ويبداوا يبحثوا عن الانتصار في مباراه العوده. وبالتالي هو عايز يروح بريتوريا وهو لسه برده في نفس التركيز بنفس الشكل وبنفس التركيز بتاع المباراه دي، وخلاص الفريق ان شاء الله هيسافر قبل المباراه بخمس ايام، هيسافر بكره ان شاء الله نفس على نفس الطياره اللي كويس. رجع فيها سان داونز كويس. هو نقل الضغوط الى الفريق المنافس بقت فعل مش رد فعل دلوقتي، انت رايح وحاطط المنافس بتاعك امام خيارات محدده، يعني لازم تكتيكه هيبقى عليها. هذا بينصف ريني فايلر وفي ادارته المباراه. وعلى فكره استاذ ابراهيم ممكن ناس كانت تفرح قوي لو النتيجه 3-1 و4-2، لان هتشوف الفعاليه الهجوميه، ولكن 2-0 احسن من 3-1 واحسن من 4-2. المهم دلوقتي عايزين نشوف بقى دلوقتي احمد ثابت. ليه عايزين نشوفه؟ عشان نخلي بالنا من الاحصائيات اللي عاملها دي، هترد على ناس وهي بتقلب الحقيقه. اتفضلوا. لو اتكلمنا بالارقام هنلاقي ان النادي الاهلي تفوق في كل شيء. دايما المقياس الحقيقي للمدرب المباريات اللي زي دي، مباراه سان داونز. بص بقى على الارقام وشوف الفرق ما بين ارقام النادي الاهلي وارقام نادي سان داونز. ماشي. اول حاجه الاستحواذ، النادي الاهلي استحوذ على الكره كم مره، كم في الميه؟ 63% مقابل سان داونز 37%. أيوه. طيب المحاولات، هل الاستحواذ ده كان استحواذ سلبي ولا كنت بتروح على الجون؟ لا، كنت بتروح على الجون كتير. كم محاولة على المرمى؟ 25 محاولة للنادي الأهلي مقابل 4 فقط لسان داونز. 4، يعني النادي الأهلي تقريبا عامل يعني أكتر من 5 مرات محاولات سان داونز. المحاولات الصح 5 من 25، يعني ربع محاولات الأهلي صح مقابل سان داونز 1 من 4، بس واحدة بس كانت صح. طيب اللي خارج الصندوق كم محاولة؟ هنبص نلاقي 14 محاولة للنادي الأهلي من 25. ده بيأكد إيه؟ إن كان في تعليمات من ريني فايلر بالتسديد من بره منطقة الجزاء. هم اتفرجوا على فرقه سان داونز وواضح ان هو ذاكر ان الحارس المرمى عندهم ضعيف في التسديدات من بره، وبالتالي نشوف الرقم ده. ده مدلوله ان 14 محاوله من 25 من بره منطقه الجزاء، سان داونز 3 من بره الصندوق. التمريرات 517 للنادي الاهلي، 316 لسان داونز. العرضيات 29 للنادي الاهلي، 10 لسان داونز. الالتحامات الهوائيه، النادي الاهلي 19 التحام هوائي، 14 لسان داونز. كمان الضربات الركنيه 6-1، 6 للنادي الاهلي، 1 لسان داونز. طب حته الالتحامات دي بتاكد ايه؟ 19 التحام مقابل 14، بتاكد على الروح اللي كانت موجوده عند اللعيبه. زي ما حيينا المدرب وحيينا الجماهير، بصراحه اللعيبه النهارده كانت رجاله، كانوا على قدر المسؤوليه. طيب لخصت لكم الارقام اللي انا مهتم بيها، لان دي بترد الحقيقه استاذ ابراهيم على كميه المهابره وتزييف الحقيقه والكلام المرسل اللي لا يدل غير على انه حد عايز يشوه شكلك. كابتن جمال عبد الحميد وهو يعلق على الاهلي وسان داونز قال لك سان داونز كان الافضل في كل شيء في هذه المباراه، وكان ضربه حظ هي التي قادت الاهلي لهذا الفوز. مش تبقى كسبان 2-0 وليك ضربه جزاء مؤكده لم تحتسب واهدرت بعض الفرص منها حاجات في العرض. طيب الارقام بتقول الاستحواذ، ما انت لما تعمل 517 تمريره مقابل 213 و312 حاجه زي كده، يبقى انت بتعمل 316 انت استحواذك 63%. 63% يعني ضعف المنافس. طيب عملت كم محاوله على الجول؟ عملت 25 محاولة وهو عمل 4، منهم واحدة 5 صح؟ لا، وواحدة من 4، واحدة من 4 من جوه 18، وانت 5 من 25 من جوه 18، لكن في 15 تانيين من بره، من بره 18 وهو مقابل 3. طب هو ليه 3 بس من بره؟ لأن كان في تنظيم دفاعي والفرقة ما بتوصلش كتير. هذه هي الأرقام، 6 ركنيات مقابل ركنيه. اذا كل الارقام تترجم لصالح النادي الاهلي.
من اين جاء الذي يريد ان يقول ان هذه ضربه حظ والصن داونز كان افضل؟ يا سيدي احنا هنعتبر هذا وهنبقى واخدين بالنا واحنا هناك. طيب حكم المباراه الكونغولي حرم الاهلي من ضربه جزاء واضحه جدا لمجدي قفشه، نفكركم بيها اهي بالظبط. ده الحكم مشارك في اللعبه اهي، يا الله شوف مكانها، يا الله يا الله، والحكم على مرأة منه بشكل واضح جدا. الاعتداء موجود، المنطقه او المكان داخل المنطقه بالظبط، وحتى لو على الخط فهي ان مش اوت، يعني الخط بيتحسب للداخل مش للخارج، ومع هذا كانت جوه الخط اهي والحكم اشار باللعب. ما تفهمش ازاي، اهي اهي اتفضل اطاحه كامله. قول لي دي ما تتحسبش ضربه جزاء ليه؟ بالركبه في الصدر اهي، ليه دي ما تتحسبش؟ ده دي لو بره 18 هو هيدي فاول وانذار. اه ليه دي ما تتحسبش ضربه جزاء، او ازاي ما تتحسبش؟ ومحدش بقى يقول لي ده مشارك في اللعبه، ده الحكم تقريبا فوق دماغهم مشارك في اللعبه. يا جماعه والله العظيم ما حد بيحصل معاه كده غير الاهلي. اهي اتفرج، ما حد بيحصل معاه كده. شوف الركبه فين، شوف الركبه فين، في الصدر اهي. اهي مش ممكن، مش ممكن. ما علينا. طيب الاستاذ حسن مستكاوي في الشروق في مقالته وصف الاهلي وصن داونز ان هم لعبوا كوره جديده، واشاد كتير باداء الاهلي في هذه المباراه، وقال انه موسيماني قدم مباراه هايله جدا مع رينيه فايلر، وقال ان فايلر مدرب مختلف وهادئ جدا، ولو وضع السيره الذاتيه الخاصه به ساضع سيرتي الذاتيه تحت المنضده، وهذه المره الاولى التي اتحدث فيها الى مدرب اخر اثناء المباراه. ده كلام موسيماني. بص تقديره لرينيه فايلر، قال لك فايلر مدرب مختلف وهادي، ولو وضع السيره الذاتيه الخاصه به ساضع سيرتي الذاتيه، يعني انا مين عشان اواجه رينيه فايلر. طبعا كان بعد المباراه فما اقدرش اقول ان هو كان بينيم. وقال الاستاذ حسن المستكاوي، لا برضه لا استنى، هو عينه على الماتش الجاي، على اللي جاي. لا طبعا. توقف حسن المستكاوي كتير عند كلام موسيماني، وخاصه كلامه ان المباراه في جنوب افريقيا ستكون مختلفه، وهناك اشياء كثيره في بريتوريا لم تكن موجوده هنا. وقال الاستاذ حسن، دعونا نتذكر جميعا ان فرق المرحله او تلك المرحله في دوري الابطال تلعب الكره الجديده وليست الكره الحديثه التي كانت قبل 30 عاما فاصبحت كره قديمه. مباريات العوده الجمعه الزمالك والترجي 9 مساء في استاد رادس، السبت الساعه 3 العصر في بريتوريا الحكم الجنبي بكاري جسامه يدير الاهلي وصن داونز. بالمناسبه الاهلي كان حصلت اتصالات عاليه المستوى مع مسؤول الكاف عشان الاهلي يسجل اعتراضه وتخوفه من تعيين بكاري جسامه تحديدا الحكم الجنبي لهذه المباراه، لانه الحقيقه عنده تاريخ غير جيد بالمره في اقرار العداله في المباريات اللي بيديرها، وغالبا اللي الاهلي بيكون طرف فيها. لكن الاتحاد الافريقي زي ما اعلن رفض طلب الاهلي تغيير جسامه وتمسك باسناد المباراه ليه، علشان ما يكونش قدامنا الا ان احنا نتمنى انه في النهايه يستيقظ شيء من ضمير بكاري جسامه ان شاء الله. النجم الساحلي والوداد يوم الجمعه في مباراه واحده، الترجي والزمالك 9 مساء، السبت الثلاث ماتشات، الساعه 3 صن داونز والاهلي، والساعه 3 في لوبومباشي والحكم الجنوب الافريقي فيكتور جوميز يدير مازيمبي والرجاء. النجم الساحلي والوداد 9 مساء في رادس، ماجيني ناداي السنغالي حكما للمباراه. ومباراه الزمالك والترجي هيديرها الجزائري مصطفى غربال. ده كان كل شيء عن الشوط الاول الرائع في انتظار الثاني. لكن علوله وسام الحب والاحترام، علي معلول ودلعه اهلاويا علوله، جمهور الاهلي بيحب يناديه دايما بعلوله، وهذا اللاعب ربطته علاقه حب هايله جدا، استحق احترام الجماهير وبيلعب بقلبه وبروحه. الحقيقه ربنا ما يوفقك في لعيب كويس بشخصيه كويسه. ايوه شخصيه، عنده نضج هايل. عنده نضج هايل سواء في الملعب او بره الملعب. صحيح.
وهو كان في كلام اول موسم كده غامض انه مش مرتاح ومرتاح وبتاع، ابتدى يحسمه بالتدريج لحد ما حسسنا، وده كلامه، انه مش هيبطل الا في الاهلي. اه بالظبط، اديني معاك وانا مبسوط، عايزيني انا موجود معاكم. الصحف التونسيه والمواقع طلعت كلها بعد فوز الاهلي على صن داونز تشير الى علي معلول. قالت صحيفه موزاييك معلول يرد الاعتبار للاهلي امام صن داونز، وفوت 24 قالت معلول يقود الاهلي الى تحقيق الانتصار امام صن داونز الجنوب افريقي. الشروق التونسيه قالت علي معلول يصنع انتصار الاهلي على صن داونز، والصباح معلول يهزم صن داونز ويقرب الاهلي من المربع الذهبي. علي معلول 21 هدف مع الاهلي من اول ما جه في 2016، وبالمناسبه اول ما جه كان هداف الدوري التونسي، يعني حتى وهو باك شمال، بس طريقه اللعب وقتها 4-4-2 كانت بتخليه جناح اكتر منه، زائد ان هو يعني بيسند اليه نظر لنضجه وشخصيته الثابته. ضربات جزاء سجل 12 هدف في الدوري، واحد في البطوله العربيه، و8 اهداف في البطولات الافريقيه. 21 هدف في 124 مباراه له مع الاهلي، منهم 11 هدف من ضربه جزاء، 17 هدف في 90 مباراه قاريه في كؤوس الانديه مع الصفاقسي والاهلي، افضل حصيله لمدافع في تاريخ المسابقات الافريقيه. شفنا رأي الناس كلها والصحافة والمحللين في أداء علي معلول، طب ما نشوف علي معلول نفسه يتحدث عن فوز الأهلي وعلاقته بالأهلي في بين سبورت. ومعي الآن صاحب الهدفين نجم النادي الأهلي علي معلول، مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله انتصار كنا مستحقينه برشا، ركزنا طيلة الأسبوع هذا باش نعملوا نتيجة باهية. خلصنا الشوط الأول هنا في القاهرة، ما زال عندنا الشوط الثاني ينتظر فينا في جنوب أفريقيا. الشوط أصعب من الموجود هنا في القاهرة، لكن إن شاء الله خبرة لاعبي النادي الأهلي والإصرار اللي موجود عندنا إن شاء الله باش نعملوا نتيجة إيجابية ونتأهلوا للدور القادم إن شاء الله. يعني ماذا بالنسبة للشوط الأول، يعني لم يكن مقنعا للجماهير الأهلوية، تغير الوضع تماما في الشوط الثاني، ما الذي حدث ما بين الشوطين؟ ما الذي قاله فايلر لكم خلال الاستراحة؟ والله الشوط الأول كنا فيه شوية متسرعين، كنا نلوج على الهدف مش بسرعة، ضيعنا برشا فرص عشان التسرع، لكن الشوط الثاني المدرب طلب منا أن نكون أكثر هدوء أكثر تركيز، نلعب اللمسات القصيرة اللي تخلينا نوصل للمناطق المنافس. الحمد لله طبقنا التعليمات اللي قالهم لنا المدرب في الشوط الثاني، الحمد لله خلقنا العديد من الفرص، كنا نجم نسجل أكثر من هدفين، لكن الحمد لله هدفين باهين يخلونا نخدموا في أريحية للمقابلة القادمة إن شاء الله. كابتن نبيل معلول في الاستوديو، سلام عليك، وعايز يسألك سؤال. كابتن نبيل تفضل. السماعة يا أحمد. كابتن نبيل تفضل، من معلول لمعلول. ألف دول سماعة يا أحمد. ألف مبروك للأهلي، ألف مبروك. لما تدس أهلا علي، ألف مبروك، ألف ألف مبروك خويا. عايشك سي نبيل، بارك الله فيك. أنا فرحان برشا أن يكون سي نبيل محلل المقابلة نتاع النادي الأهلي، مدرب من أحسن المدربين اللي خدمت معاهم في المشوار نتاعي الكروي، مدرب حفظت منه برشا حاجات. نحب نشكره على الفترة اللي قضيتها معاه طول في الفترة نتاع المنتخب. إن شاء الله يكون محلل إن شاء الله في لقاء العودة. مبروك يا مبروك يا علي، أنا أول جمعة معاك يا علي. علي مبروك حبيبي. كابتن حبيبي الله يبارك مبروك فيك. حبيبي انا اخر مره خدت منك الكاس، عايزك انت المره دي بقى اللي تجيب الكاس للاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله. المجموعه اللي معنا ان شاء الله في الحين ان شاء الله قادرين ان نتوجب الاميره ان شاء الله. طيب انا وانت واحنا بنتفرج عاملين ازاي؟ في ابتسامه هاديه، في كده لغه راقيه، صحيح حوار رقي، في نضج، في احترام، هتلاقي البشاشه والسعاده مرض معدي. صحيح. البشاشه مش مرض، عرض معدي. اها احنا لازم هي كره قدم، هو دي اجواءها، ان الناس وانت قاعده بتتفرج كده تبقى مبسوطه ومرتاحه ومستمتعه. بمناسبه الناس تبقى مبسوطه ومرتاحه ومستمتعه، الثلاث كلمات اللي قالهم المهندس عدلي، في ظاهره الحقيقه في المحللين ووقف فيها عند لعيبه مشيت من النادي الاهلي او جمل النادي الاهلي من نادي الزمالك، لعيبه كبار،
احد هؤلاء اللاعبين قابلته في ابو ظبي في مباراه السوبر، فكنت ملاحظ انه واخد موقف في الفتره الاخيره من الاهلي، هو جيل من الزمالك للاهلي، فبقول له ليه كده؟ قال لي ما هم شغلونيش، رحت للكابتن فلان كان مدير قطاع الناشئين طلبت عشان اشتغل، قال لي مفيش اماكن دلوقتي، واتصلت بالكابتن فلان مدير قطاع الكوره ما ردش عليا على التليفون. من وقتها وهو قلب. ودي نقطه يا جماعه، مسائل شخصيه اخويا، انا بهمس بيها في الكباتن الكبار اللي بيبطلوا. الاهلي او اي نادي صعب يستوعب كل ابنائه وكل لاعبيه في العمل في قطاعات التدريب والاداره المختلفه. انت في النهايه محكوم بعدد ومحكوم باعتبارات كتيره جدا، فمش معقولة أبدا خلط الخاص بالعام إلى هذا الشكل. الجمهور ذكي جدا، الجمهور بيتابع اليوتيوب كمان بيحتفظ بكل حاجة، فبالتالي الرأي الفني علشان يبقى رأي سليم يفيد حتى وينمي شخصية المحلل ويخلق له دور مهم جدا يقدمه في خدمة اللعبة نفسها وخدمة نفسه، إنه يبقى متحلل ومتحرر شوية من أي أثار أو أي تأثيرات لعلاقة عمل موجودة أو غير موجودة. نتمنى أن ده يكون موجود. على العكس يمكن الكابتن أحمد مجدي اتربى في النادي الأهلي وراح نادي الزمالك، كان راح تجربة احترافية في باوك اليوناني، وأعتقد أنت كان ليك دور في أن الأهلي ياخد حق رعاية من النادي اليوناني للنادي الأهلي، وجي لنادي الزمالك بعد كده. سألوا الزميل العزيز عمر ربيع ياسين في قناة النهار عن الفرق بين الأهلي والزمالك، أحمد مجدي كان رأيه مهم. الأهلي والزمالك لعيبة قليلة اللي لعبوا فيه، سواء الأهلي أو سواء الزمالك، حتى في قطاعات الناشئين أنت لعبت في الأهلي في قطاع الناشئين وبعد كده سافرت احترفت ورجعت تاني على الزمالك ولعبت في الأهلي فريق، فأنت بسم الله ما شاء الله عديت بمحطات كتيرة جدا يا أحمد، فأنت تقدر تقول لي بسهولة الفرق بين الأهلي وبين الزمالك؟ بص الاهلي مفيش حته انسانيه، يعني بمعنى ايه؟ هو كده عارف يعني مثلا ايه، يا هتعمل كده يا هتعمل كده، مفيش اختيارات. في الزمالك لا، عندهم الحته الانسانيه شويه موجوده، بمعنى اما تيجي مثلا تمشي من النادي الاهلي انت هتروح حته كده، يعني اما انا مثلا جالي اعراض في النادي الاهلي يا هتروح النادي ده يا مش هتروح مثلا، دي مثال صغير يعني فاهم. عندهم هم الموضوع اللي هو الاكشن، مفيش فيه هزار، هو مصلحه النادي الاهلي ثم مصلحه النادي الاهلي ثم مصلحه النادي الاهلي. طب مش حاجه وحشه، مش حاجه وحشه، انا ما قلتكش حاجه وحشه، هي حاجه احترافيه بحته، بس احنا في الاخر مصريين يعني، عارف الكلام ده في اوروبا اقول لك ماشي، لكن نادي الزمالك عنده شويه اللي ممكن يجي على ممكن يجي معاك انت مثلا، انت انا عندي مشكله انا عندي حاجه، فممكن يبدا يسمع منك او يبدا يبقى فيه شويه ايه عارف ليونه يعني موضوع الليونه شويه موجود. دي حاجه انا حسيتها جدا جدا في في نادي بين الاهلي والزمالك. الاحترافيه في نادي الاهلي اعلى، يعني احترافيه في النادي الاهلي اعلى كمنظومه احترافيه. الزمالك فيها يعني كان في اما انا كنت بلعب في الفتره اللي كنت بلعب فيها كان في ضفاف كتيره وكان في مشاكل كتيره، فانا عشان كده هو بس يعني طبعا هو عبر عنها بان الناحيه الاحترافيه، بس على فكره هو ما قالوش حاجه احنا قلنا لازم تعمل كده خالص. هو الكابتن احمد مجدي بس اختلط عليه الامر، اسمه احمد ايه الوكيل الزملكاوي، المهم جالي قال احمد سويلم، احمد سويلم احنا عايزين كابتن احمد مجدي جاي له عقد احتراف. قلت له طب ده اخر سنه له في الناشئين واخر سنه له في عقده، طب ما هو لو مشي السنه دي هيبقى فري، فتعالى. قال لي هو اصله مش هيعمل حاجه، هو طالع تجربه معايشه، وكتبنا ورق طلبت منه يجيب لي ورقه من النادي اللي هو رايحه باوك اظن مش فاكر كان نادي ايه، وقلت له لازم يكتب ان هو لن يتعاقد مع اللاعب الا من خلال الرجوع للنادي الاهلي، لان ساعتها هيجي هنمد له عقده وهيعمل نوع من الارتباط هيروح يجرب نفسه وبعدين يرجع النادي الاهلي. معرفش بقى يمكن احمد سويلم ما قالوش الكلام ده، لكن النهاية الجواب لا معلش لا ما انا اللي جاي هو اللي بيشرح كل حاجه. الجواب عندنا في النادي الاهلي ما قلنالوش لا، قلنا روح بس وانت بتتفاهم بقى
ترجع للنادي الاهلي عشان نتفاهم مع بعض ازاي يطلع وازاي نحتفظ باللاعب معنا اطول. وهو كان من اللعيبه اللي هم في منتخبات الناشئين. ايوه مواليد 86 انا فاكر. ففوجئت ان احمد سويلم عشان يوفر فلوس او خد فلوس عشان يعني يوديه بطريقه غلط فوداه بطريقه غلط من النادي الاهلي. رفعنا قضيه وجبنا من وراه حوالي 400 الف يورو تعويض للنادي الاهلي. فدليل ان هو ما مشيش بطريقه صح من النادي الاهلي قد لا يكون مسؤول عنها. ولما رجع ما رجعش على النادي الاهلي، ما انا مش متذكر رجع على النادي الاهلي. لا ما رجعش. ما اظنش رجع على النادي الاهلي. ففكره ان هو الاهلي عايز يوديني حته غصب عني، لا ما كانش كده خالص الموضوع. الاهلي كان روح وجرب بس تعالى اتفق معايا ما تهربش مني. فكابتن احمد كمان فكره هو الاحتراف والنواحي الانسانيه في تعارض. لا طب ما هو ابو النواحي الانسانيه ما كان ماله جوسيه، لكن الى حدود القيم والمواقف والحقوق والمصالح. الاهلي بيراعي جدا الجوانب الانسانيه بس اللي ما توصلش هي الا حاله من الفوضى. ده كلام مهم جدا لانه تقريبا هو ترجمه لفقره جمال وكلام من خيال. الاهلي اخر نادي ممكن حد يزايد معاه في الدور الانساني في رعايته للاعبيه وابنائه، والتفاصيل كتيره جدا. هو ما بيمنش على حد بكده، لا هو ده الدور الانساني المطلوب. هو احنا للاعبين اللي فاتت كتر دي جدا. ايه الخبر اللي كنا بنحتفي بيه؟ مش الجمعيه اللي هي اللي قلنا ليها دور مجتمعي والنادي الاهلي بالظبط الدور الخيري. فما بالك مع لعيبه مثلت النادي الاهلي واسعدت جمهور النادي الاهلي وساهمت في بطولات للنادي الاهلي. كابتن جمال عبد الحميد كان واحدا من هؤلاء. لما اصيب النادي الاهلي عالجه على مدار سنه، واحنا عرضنا قبل كده التفاصيل الكامله للقصه. لكن الكابتن جمال على ذكر برضو ازاي الراي الفني بيتاثر بالانطباع الشخصي، مع انه ده راي فني. يعني اما تيجي تقول لي الاستحواذ ده ستوب ووتش، ساعه بتقدر تحسب لكل طرف استحوذ على الكره قد ايه. فلما يكون في مباراه الاهلي الرقم بس الاهلي استحوذ 63% مقابل 37% لصن داونز، محسوبه بالتمريره. رقم لا يمكن حد يقدر يفاصل فيه ولا يغلط فيه. بس الكابتن جمال كان له راي تاني نشوف. سوبر مصري بتكلم على الزمالك، شفت ده ازاي في اسبوع؟ ان كارتيرون لعب المباراه احسن من فايلر. فايلر ما احترمش نادي الزمالك. فايلر قال يعني سوري، يعني انا معلش انا اتكلم بصراحه يعني علشان انا ما عنديش ضغينه لحد ولا بحب حابل حد، انا بتكلم بصراحه. كل الفرق اللي لعبت الاهلي اتغلبت 15 المباراه دي كلهم كانوا بيطلعوا يقولوا ايه، انا كان نفسي اتغلب واحد بس او اثنين. يعني نازل لاعب الاهلي بيتغلب اثنين او واحد يبقى سعيد، ويفضل طول الاسبوع معاك على التليفون، وانا النهارده بس انت عملت ماتش كويس يا كابتن، اتغلبت واحد بس، اتغلبت اثنين بس. صح ولا غلط؟ فهو تعامل مع الزمالك انه هيكون ضمن هؤلاء الناس الفرق، لان احنا لو شفنا كل ماتشات الاهلي في الدوري العام المصري هتلاقي خمسه سته جوه ال 18 علي معلول بيلعب بالعرض او محمد هاني خمسه واحد من خمسه او من سته بيجيبها جول، ففي سته بيهاجموا على الفرق الصغيره. بس الاهلي ضيع اكتر من فرصه في ماتش الزمالك. ما انا هقول لك طلع لي فرصه واحده غير بتاعت اجاييه، فرصه واحده بس طلع لي واحده ثانيه. يعني اقصد ان الاهلي وصل لمرمى الزمالك. ده الخبراء الجمال اللي هم اصلا ما لعبوش كوره بس بيحللوا. بيقول لك كده الفرصه اللي الجول ينقذها او تيجي في القائم العارضه. دي الفرصه، هو استحوذ انما ما قدرش يخش بالكثافه العدديه. تكبر على الزمالك. ايوه ما قدرش يخش بالكثافه العدديه جوه ال 18 بتاع الزمالك زي الفرق اللي بيلعبها في الدوري. فعشان كده ما قدرش يجيب جول. يقول لك الاهلي لعب احسن من الزمالك، ما جابش جول ليه؟ الاهلي استحوذ 90% ما جابش جول ليه؟ وادي دجله احسن نادي في الدنيا بيستحوذ بينافس على الهبوط. امبارح صن داونز استحوذ على النادي الاهلي استحواذ ما بعده كده وخسر. صن داونز استحوذ على الاهلي؟ لا استحوذ، قاعد يستحوذ الكوره. كابتن استحوذ ايه؟ صن داونز استحوذ على الاهلي امبارح؟ قاعد يلعب الكوره في نص ملعبه استحواذ، والاهلي اللي كسب الماتش. خلصان اكتر من 60% استحواذ للاهلي.
الاستحواذ مش هو الكرة يعني مظبوط. المكسب هو الكرة تكسب بطولات. بتقول دلوقتي الاهلي واخد 40 41 بطوله خدهم بالاستحواذ ولا بطوله اتحسبت له؟ بطوله. قول لي كم بطوله مره استحوذ فيها النادي الاهلي؟ لا ما تقدرش تفتكر. انما الكوره بقت مكسب ولا هيش استحواذ. ففايلر حب يستحوذ على نادي الزمالك عشان يقدر يكسبه زي الفرق زي فرق الدوري. الكوره مش استحواذ، الكوره مكسب، الكوره. لا هو في الاول الاهلي ما استحوذش. ما هم انا ما جاي لك في الكلام، لكن الزمالك كان افضل لان الاهلي ما راحش غير بفرصه. وطبعا يعني يا ريتنا جبنا لهم الاحصائيات بتاعه المباراه، اللي مش في ذهننا نخش في الامور دي، لان احنا ما زلنا بنقول مش عايزين الموضوع مش تحفيل او نطلع بعض صح وغلط، لكن فكره تيجي على حاجه واضحه. السان داونز كان مستحوذ، يقول يعني ايه مستحوذ؟ يقول له بيستحوذ بالكوره، بيستحوذ بالكوره، يقول له ده 60% ولا حاجه 60%، يقول له بس مستحوذ يا كابتن جمال. ايوه كويس، بس مش استحواذ. طيب دلوقتي ده استحواذ ونتيجه، قول كده ومحاوله وخطوره. قول قول, قول ده الاستحواذ الايجابي. قول يعني عايز تدعم نفسك، قول بخلاف ماتش سان داونز مثلا اللي الاهلي كان مستحوذ لكن وصل للمرمى. طيب ما علينا، علشان الموضوع له علاقة بالحتة الإنسانية اللي المهندس عدلي أشار ليها واللي الكابتن أحمد مجدي نبهنا ليها، كابتن جمال عبد الحميد مع الزميل عمر ربيع ياسين سألوا عن سبب مشيانه من الأهلي. رقم واحد. طيب رقم واحد بيقول سر. لا طبعا يعني لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا ساره في كازينو بالزمالك مع محمد عباس ورا رحيله. لا طبعا غلط. غلط ليه بقى؟ لان اصل الكابتن محمد عباس اتكلم وقال، علشان كده احنا بنسال حضرتك. محمد عباس ما كانش في وعي وهو بيتكلم، لان محمد عباس احنا قعدنا مع بعض سنتين كاملين بيلعب في النادي الاهلي وبنسهر مع بعض وكل حاجه. يعني طول بقى لنا قعدنا سنتين مع بعض بنسهر وبنروح وبنيجي وبنلعب ونكسب النادي الاهلي رايح جاي. هو اول ما اتصبت النادي الاهلي عارف ان انا هقعد سنه مش هلعب، طردني. صح. مشاني مش سهره، هو مشاني عشان انا قالوا هقعد سنه. دكتور مصطفى شرقاوي اللي قال لي الله يرحمه قال لي النادي الاهلي المسؤولين استفسروا هيقعد قد ايه، قال لهم سنه، قال اه يبقى مع السلامه بقى على طول مشوني ثانيه. طب انا كنت يعني قريب من الكابتن الجوهري رحمه الله عليه، هو مشي في وقت الكابتن الجوهري. أيه. هو ومحمد عباس. أيه. والمشكله بتاعت الكابتن الجوهري مع الكابتن هاني مصطفى كان سببها الاثنين دول بدايتها. لا كانت ما سببها ان هو لما جه يروح المانيا في المعسكر استبعد الاثنين دول. فانا رحت بكلمه، كان بيني وبينه تملي حوارات يشهد الله على كل كلمه بقولها يعني. فيعني يا كابتن قال لي لا ما هو في انت عادلي دلوقتي معاك قفص تفاح مش هتحط لهم حاجه تبوظ القفص ده يا كابتن، بس دي لعيبه تقيله ومش عارف ايه. وكابتن جمال قال لي مش عايز يتعالج، كل الدكاتره او مش عايز، ما فيش حد مش عايز يتعالج، مش ملتزم في علاجه، بدل ما يقعد له 3 4 اشهر بطريقته دي ولا بعد سنه هيرجع، هو ما عندوش إرادة إنه يرجع. كان كلام الكابتن الجوهري معناه كده. صحيح. مش باللفظ، لكن طيب. أنا جاي لك بقى هتقولي علاقتهم إيه بالأزمة. لما راح المعسكر شعر إن المعسكر ينقصه، وهو راجع هيلعب الزمالك في دور الثمانية، شعر إن المعسكر ربما يحتاج إن يرجع رأيه أو عايز يرجع في رأيه في اللعيبة اللي أقنع المجلس إن هم يمشوا. فكابتن هاني مصطفى ربنا يديه الصحة ما وافقش، وكانت الازمه وبدايه المشكله. طيب كابتن الجوهري توفاه الله، لكن فكره ان يتهم الاهلي في انسانيته لا طبعا، وبعكس ما يفعل، هي دي المشكله وهي دي المسؤوليه الاخلاقيه على الاقل عندنا، انه لما كيان كبير وعظيم في تاريخه بحجم النادي الاهلي وتراثه الأخلاقي والإنساني اللي محتاج حلقات عشان نتكلم فيها، يتهم في أنه رمى لاعب لأنه أصيب، ويرجع اللاعب مع كل الاحترام والقيمة له لأنه جمال عبد الحميد لاعب كبير وعمل تاريخ كبير جدا سواء هو في الأهلي أو لما راح الزمالك، لكن لما يقول دلوقتي أنه الأهلي مشاني عشان أنا مصاب،
ويستدل بكلام الكابتن محمد عباس، يبقى لازم نسمع الكابتن محمد عباس. وده للجيل الجديد، عباس واحد من اللعيبه الفلاتات الكبيره اللي ظهر في نهايه السبعينات، كان لاعب مؤهل انه يذهب بعيدا بجد، لكن انحرافه السلوكي حل دون ان هو يكمل المشوار وبطل سنه 24 سنه تقريبا. كابتن محمد عباس سئل عن حكايه جمال عبد الحميد، قالها بكل صراحه. الخطيب في حادثه وما يعرفهاش لغايه دلوقتي. احنا كان بيجي ماتشات الاهلي والزمالك كل لعيب من اللعيبه الكبار ياخدوا اثنين يبيتهم معاه. كان لسه خطيب متجوزش. فخدنا انا وجمال عبد الحميد نبات عند الخطيب. في البيت عنده؟ اه في البيت عنده، نطلع من هناك من البيت على النادي. كان قاعد فين؟ في الدقي هو؟ كان قاعد في العجوزه. جمال عبد الحميد خرج. وسبب بقى جمال عبد الحميد من النادي الاهلي مشاه وصوروه راح سير ومع يعني اليوم ده خرج وده اليوم اللي اتصور فيه. خرج ورجع وجه الصبح طبعا. الخطيب ما حسش بيه، الخطيب كان نايم. طبعا. بس كانت وصلت المعلومه للنادي للكابتن حسن. ليه؟ كان جمال كان من ضمن الاساسيين بتوعنا. بالظبط. كان الفتره دي كان بيلعب اساسي. ونبص لقينا جمال حميد مش موجود في الفرقه خالص. مش عارفين السبب. هي دي بقى. انا الوحيد اللي عارف السبب بس ما اقدرش اتكلم فيه. طب الخطيب ماله بالقصه دي؟ كده الخطيب. معلش كنا نايمين عنده. يعني هو رجلي جت في رجلي ما جاتش، ده هو من نفسه ما يعرفش. كان جمال نزل ورجع. ما احنا قاعدين بقى نايمين الساعه 9. بالظبط. جمال خرج حوالي الساعه 11 و12 بالليل، كان الخطيب نام، خد سهرته ورجع على اساس هو ما نزلش. كانت سهره حمراء. وانت كنت بتقضي ليله حمراء في النايت كلاب ولا كنت بتجيب بيات معاك في البيت؟ اتصل في النايت كلاب، ولازم يكون ليك مكان خاص بيك. خاص في الاوضه جوه وبتاع والكلام ده كله. كان لكم اوضكم هناك؟ لا مش في النايت كلاب. امال شقه عندك شقه؟ عنده هو شقه. شقته كانت فين بقى؟ جمال قعد في كان واخد شقه في العجوزه وكان واخد شقه في المعادي. يعني طبعا هو كمان قال حاجات ويمكن دي بتفسر دلوقتي ليه الجمله اللي قالها لي الكابتن الجوهري قفص التفاح والتفاح والكلام ده، ان هو انما قال علمه ان هو مش واخد الامور بالشكل الصح، فلما اتعور كمان متعسر في انتظامه في التدريب. والجميل او المدهش في هذا الامر ان الكابتن جمال كررها اكثر من مره، الاهلي رماني والزمالك لمني وابويا الروحي الكابتن الجوهري. ما هو الجوهري انت مشيت في وقت الجوهري وابوك الروحي هو اللي رجع بعد كده يعني ضمه للمنتخب. يعني مش فاهم. لا هو لا كان الكابتن جوهري لما راح الزمالك ايوه كان جمال بطل خلاص. ايوه ما انا فاهم. لا انما خده للمنتخب. ايوه سيدي انا فاهم. الكابتن الجوهري خده المنتخب من الزمالك. ايوه طبعا. يعني هو انت يعني بس ممكن جدا الكابتن الجوهري، وده لانه رجع نفسه. خلي بالك الكابتن الجوهري انا قلت لك الازمه بدات في المانيا لانه كان عايز يراجع نفسه في الاستبعادات دي. فلما جمال رجع الملعب لقاه بقى قدامه لقاه كويس. ما يقدرش يتجاهل انه ياخده يعني. صحيح. طيب فتره الزمالك هل كانت فعلا بهذا الشكل ولا كانت عامله ازاي مع كابتن جمال؟ اتكلم عنها الكابتن محمود ابو رجيله وقت ما كان مدرب للزمالك في جمال عبد الحميد معاه كلاعب. كلم الكابتن ابو رجيله للكابتن احمد شوبير قبل كده في صدى البلد، فيها كلام يفسر ما قيل. احنا في يوم بنتمرن جوه الملعب حاجتين هحكي لك عليهم. وفجاه لقينا جمال عبد الحميد مش وسطينا. و 15,000 20,000 قاعدين في المدرج فوق بيخبطوا فين جمال فين جمال. فطلع كده في المسن جمال عبد الحميد مع مش عارف كان في حاجه كده كتبت مش فاكر اسمها. قعدنا بندور عليه ندور عليه. رحت انا والكابتن احمد رفعت وفاروق السيد ولمينا فرقتنا كلنا في عربيه ورحنا ايه نشوفه فين. لقيناه في اسم عابدين قاعد مع مأمور الاسم. المهم خلصنا مع المأمور وخدت انا والكابتن احمد رفعت بقى عشان نروحه. فقال لا انا هجيب اكل واوديها لفلانه. نعم يا عم احنا لسه فل
يا عم احنا لسه حطت ايدي في ايدي خطيبة احمد احنا التلاتة حلف بربنا ان من النهارده ان انا هبقى في بني ادم تاني خالص. تصوم تصلي تزكي تعمل قال لي من بكره احنا كنا بنروح التمرين مثلا التمرين الساعه 5 نروح 4 او 3 ونص احنا اوضتنا جنب منهم هم جايبين كده ضمان حديد وكانوا بيلعبوا فولي بالهيدز بالدماغ فولي بالهيدز فجاه لقينا الله اكبر الله اكبر الله اكبر صلاه العصر كويس دخلت انا والكابتن احمد رفعت دخلنا اوضه اللعيبه كبيره عشان نصلي الا فندم اللي اسمه حسعيد جمال جمال عبد الحميد راح رايح متوضي وجاب بشكير زي بتوع الحج نعم وراح مكلفت نفسه وراح جاي امام لسه قلت له امام هو انت فاكر دي راس حربه يعني هو دي بقى اللي يقصده ان الموقف ده لما الاهلي يعرف ان في لعيب بيسهر وبيعمل بيبقى في صرامه في مواجهه عدم الالتزام الزمالك ممكن يكون بيتغاضى شويه عن المساله دي وده اللي كان يقصده احمد مجدي فده ما انا بقول لك فهو اللعيب ما بقولش نهين الصح ايوه ممكن يبقى برضه في وجهه نظر تقول لك طب ما الزمالك بيتعامل انه ياخد الافضل من اللعيب ويقومه لدرجه انه بقى امام بيصلي بيهم فاهم ازاي؟ انا مش بقول ايه الصح انما دي مدرسه احتراف والتزام وان ما ينفعش تفوت الصغيره عشان ما توصلش للكبيره لان دي بتبقى نموذج وده جوهري في الاهلي خد القرار بناء على الثقافه دي لما ساب الاهلي وراح المنتخب خد القرار وضم كابتن جمال عشان الثقافه دي التانية انك انت ممكن تفوت بعض العيوب بس ايه وانت ماشي بتصلح على قدر الامكان مسألة انهين صح ما اقدرش اقول لك غير ان دي ثقافة ودي ثقافة طب رأيك في تأثر رأي المحللين بمواقفهم الشخصية لانه بتبقى واضحة وظاهرة لدرجة لا كابتن جمال متمادي شوية فكرة انه عايز يعني يلقي عن نفسه تهمة التقصير وهو في النادي الاهلي فاهتمال لي يقول لك الاهلي خدني لحم ورماني عظم الاهلي كان يتمنى انك ترجع وترجع بدليل انك رجعت والاهلي عارف انك بطلت الاهلي عارف انك مش هتبطل بس المنهج اللي انت ماشي بيه ده ما ينفعش في النادي الاهلي والامثله كثيره مش دي بس يعني حتى نظام الاهلي خانق شويه في ايه في الصح والغلط طيب انت مش قادر على ده هتجي سعادتك براه انت بحابب ده هتتالق وتعمل مجد ما حدش هيعمله من خلال المناخ ده ومن خلال ان دي نوعيه اللعيبه اللي هتحتك بيها اللعيبه الملتزمه المنضبطه اللي بتحب بعض اللي بتسمع الكلام اللي يعني معيار تعامل واحد اللي ده عندك وده عندك واختار اللي يعجبك لكن تاثر التحليل بالراي الشخصي دي مساله طبعا بتوصل لدرجه حتى البطولات يعني كابتن جمال حميد قبل كده انت يعني يا كابتن جمال انت ممكن تقول مناخ الزمالك ناسبني اكتر واداني فرصه ان انا عنده دوافع بقى اطلع يعني خلاص مقبوله صحيح حر انما بقى تسقط على النادي الاهلي بتهمه قاسيه ان هو بطلك عشان انت مش هترجع يا راجل ده انت لو انت هتاخد سنه بس بتعمل اللي عليك هيقف جنبك لسبب هيعرف يجيب لعيب زيك لو رجعت لحالتك ازاي فهي مش كده هي مش كده احساسهم ان ما عندكش الالتزام انك ترجع مش عامل اللي عليك من الاخر اعمل اللي عليك والنادي هيتحملك بس عباس كان واحد من ضحايا الفتره دي لا ده عباس كنا بنروح نجيبه لكن هو شوف عباس المساله مساله مخدرات في الاخر مش مساله سهر وهو الراجل اعترف وتاب واناب وهو دلوقتي في حضن النادي الاهلي وفي رعايه النادي الاهلي لان عباس ده لو بمعايير الاحتراف الحالي كان هيبقى اغلى لعيب جورج ويا تقريبا هيبقى اغلى لعيب في مصر حط المعايير اللي انت عايزها بقى بالمناسبه وليد ازارو لسه بيفكرون وليد ازارو متالق مع الاتفاق السعودي وسجل هدفين في اخر مباراه وقبلها هدف وماشي كلام جميل
الست اشهر دول كانوا مطلوبين لكل الاطراف. لكل الاطراف. لا طبعا، لان هو كابتن الكابتن ده يمكن ادي الهدفين في اخر مباراه اهو. الكابتن وليد اول موسم كان هداف الدوري في عدد الاسيست وعدد ضربات الجزاء اللي تسبب فيها، وكان بيضيع بس شفع له انه عمل علامات مضيئه جدا. حتى ماتش 6-2 بتوع النجم الساحلي يعني كان هو البطل. ايوه، فالناس كانت قادره يعني ضيع بس جيبه بتاع الموسم اللي بعديه ونص الموسم ده الحقيقه كان بيتعرض لنوع من عدم التوفيق اللي اتقلب عدم ثقه، اللي عمل مشكله وفجوه بينه وبين جزء من الجماهير اللي انا بقول لها مش ده المطلوب. ايوه، هو ليه تألق؟ هو دلوقتي طلع تحرر من الكلام ده، بيلعب عادي جدا. احنا كسبانين وهو كسبان ليه؟ ونادي الاتفاق طبعا كسبان. بص، ده الهدف اللي جابه الاولاني، هدف رائع بنفس الطريقه. بص بنفس الطريقه. اذا لعيب هيدر، لعيب بيلعب رجليه، لعيب بينطلق في السرعات والمسافات الواسعه، لعيب مفيد جدا، وهو باذن الله يرجع الاهلي بقى. وقد يعني بس نهيئ كلنا يا جماعه، دور الجمهور وبالذات جمهور السوشيال ميديا ليس اثبات انه بيفهم اكتر من الناس او ما يطالبش الناس انها تعمل اللي في دماغه. لا، سيبوا الناس تشتغل وادوا لهم الدعم والمؤازره، يبقوا كتر خيركم. لان شفتوا جمهور المدرجات لما الدعم والمؤازره النتيجه بقت شكلها حلوه ازاي، وبقى في دعم حقيقي. عايزين من المدرجات الى السوشيال ميديا تنتقل هذه العدوى الحميده، عشان كلنا نبقى في ظهر النادي الاهلي بالطريقه السليمه، وعشان يفضل النادي الاهلي دائما زين النوادي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير، نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله، ودائما وابدا زين النوادي.